بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة من برنامج الأشبال. النهاردة إن شاء الله هنكون في حلقة مميزة معاكم. كاميرا الأشبال هتتجول داخل قطاعات الناشئين في مصر. النهاردة البداية من قطاع الناشئين بنادي المقاولين العرب. معانا لقاء مهم مع كابتن ريعو مدير قطاع الناشئين بالمقاولين العرب. هتروح بعد كده على الفيوم قطاع الناشئين مصر المقاصة. معانا لقاء مهم مع كابتن محمد عبد الجليل مدير قطاع الناشئين مصر المقاصة. بعد كده رايحين على اسكندرية وقطاع الناشئين بسموحة. زي ما قلت لحضراتكم من أول يوم هتكون القاعدة بتاعتنا الأول هي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد كده هنتوسع ونتجول مع كل المواهب وكل المشاكل الموجودة داخل قطاعات الناشئين في مصر كلها. عندنا مشكلة هنطرحها النهاردة وإن شاء الله هنلاقي لها حل من خلال برنامج الأشبال، وهي إزالة الملاعب الخماسي. ملاعب الخماسي طبعا بتقام على الأراضي الزراعية، إحنا ضد الكلام ده، ضد المخالفات، لكن إن شاء الله هيكون معانا تليفون مهم من ناقد رياضي كبير، هنتكلم معاه ونشوف إيه البدائل اللي ممكن تطرحها وزارة الشباب والرياضة عن طريق الدكتور أشرف صبحي للشباب، خاصة إن الملاعب دي متنفس كبير للشباب لاستخراج الطاقات كبيرة اللي داخلهم. الملاعب دي بتطلع برضو مواهب للأندية والمنتخبات مصر. النادي الأهلي، بالنسبة للنادي الأهلي، النادي الأهلي بيواصل التدعيم، وزي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي ماشي بخطة ثابتة، تدعيم للفريق الأول والتدعيم لقطاع الناشئين داخل النادي الأهلي علشان يكون عندك قطاع ناشئين قوي ويكون في نفس الوقت عندك فريق أول قوي. النادي الأهلي ضم محمد محمود المنتقل من دجلة. الحلو في الصفقة إن محمد محمود مواليد 98، لاعب صغير تحت السن، هيتأيد تحت مع فريق 97. محمد محمود من اللعيبة اللي انضمت حديثا لمنتخب مصر، من الخامات المبشرة، من اللعيبة المتميزة، إن شاء الله نتمنى لها التوفيق إنه يعمل تاريخ كبير داخل النادي الأهلي وده مع منتخب مصر. برضه في نفس الطريق النادي الأهلي بيعمل قطاع ناشئين قوي على أساس علمي، وده من أول السنة في الاختيارات كلها، في اختيارات المدربين، في التدعيمات اللي تمت من خلال اختيار لعيبة زي محمد فخري من المحلة وعمار حمدي ولعيبة كتير. برضو النادي الأهلي بيواصل التدعيم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وإحنا شايفين الحمد لله السنة دي ترتيب النادي الأهلي في كل المسابقات وفي كل الجداول النادي الأهلي بيتصدر كل المسابقات. أنا شخصيا كان ليا تجربة فترة معايشة كانت في نادي بايرن ميونخ، كنت راح أتعلم هناك مع الفريق الأول، لكن طلبت منهم إن أنا أكون متواجد برضو مع قطاع الناشئين وأشوف الدنيا هناك بيشتغلوا إزاي. هو ده قطاع الناشئين في نادي بايرن ميونخ. كان الأول قطاع الناشئين هناك كل اللعيبة مع الفريق الأول مع فريق 23 في مكان واحد، فصلوا الناشئين عن الفريق الأول وحطوهم في مكان لوحده. المكان ده تكلف حوالي 45 مليون يورو، تكلفة كبيرة جدا. ده الجيم بتاع الناشئين، وهناك عاملين هم جيمين، عاملين جيم، نرجع تاني بالصورة، عاملين جيمين للأعمار السنية من فوق 15 ل 19، ليهم مكان مخصص، ومن 15 للأعمار السنية تحت ليهم جيم معين. دي الاستراحة بتاعت الناشئين داخل نادي بايرن ميونخ. ده الجيم زي ما كنت بكلم حضراتكم، ده من أعمار سنية من 15 ل 19، ليهم الأجهزة المعينة، ناس بتشتغل على أساس علمي علشان تطلع لاعب لنادي بايرن ميونخ الأول ولجميع المنتخبات سواء هو لاعب محترف أو لمنتخب ألمانيا. دي الاستراحة، ده المكان الاستراحة. هناك كل لاعب بيبقى ليه غرفة، انا كنت حتى طلبت ان انا ادخل واصور الغرف، قالوا لي دي بتبقى يعني خاصه باللاعبين ممنوع فيها التصوير، لكن ده المكان للولاد بيتجمعوا فيه وقت الراحه بتاعتهم، بيقعدوا اللي عايز يلعب بلياردو عايز يتفرج على التلفزيون، بيكون مكان مجمع للولاد كلها. ده الجيم اللي تحت من اول 15 سنه فيما تحت، برضو نفس الاجهزه ونفس الشغل المعين ليهم، زي ما بقول لحضراتكم كله على اساس علمي. إن نادي بايرن ميونخ يهتم بالقاعدة وهي الناشئين فأكيد ده شيء محترم، وده برضو الجماهير اللي بتحضر في المباريات. حضرت مباراة لفريق الشباب هناك 19 سنة في الدوري، دي عدد الجماهير اللي بيحضر، كمان نفس اللعيبة اللي بتلعب في 19 سنة هو نفس الأسلوب ونفس الطريقة، نفس الأسلوب ونفس الطريقة بتاعة الفريق الأول. دي العيادات، دي الجماهير وكمية جماهير ما شاء الله أولياء أمور وجماهير محبة لنادي بايرن ميونخ تتفرج على الناشئين وعارفة المواهب اللي عندها. دي العيادات الموجودة داخل نادي بايرن ميونخ، برضو الأجهزة الطبية وإزاي إنك تهتم بناشئ ولد صغير. الاهتمام كله هناك مش راح للفريق الأول زي ما احنا بنعمل في مصر، كل الاهتمام وكل الدعم وكل الرعاية بتروح للفريق الأول. طب فين القاعدة اللي عندك علشان أبني صح، علشان يبقى عندي أساس صح؟ هو ده الأساس،
أجهزة طبية، استراحات، غرف معيشة، تغذية، كل حاجة، ملاعب. ده ملعب المباريات، استاد مخصص للمباريات فقط. شايفين عدد الجماهير ما شاء الله اللي كان حاضر. وهنشوف برضو ملاعب التدريب هناك برضو ما شاء الله على أعلى مستوى. هناك مش ملاعب ممكن تعمل إصابات للعيب، ممكن تنهي عمره في الكرة بدري، لا، ملاعب برضو مميزة هناك، عدد الملاعب كبير. وهو ده قطاع الناشئين نادي ميونخ. النادي الأهلي على فكرة عندنا كل الإمكانيات دي. نادي الأهلي بيشتغل برضو بنفس أسلوب نادي بايرن ميونخ. عندنا هناك في مدينة نصر، في النادي الأهلي في مدينة نصر عندنا عدد ملاعب كتير، عندنا أجهزة طبية، عندنا جيم، عندنا أسلوب برضو في التغذية، عندنا استراحة للناشئين. فالنادي الأهلي الحمد لله الناس بتشتغل برضو بنفس منهجية نادي بايرن ميونخ، وإن شاء الله هنشوف النجاح ده خلال الفترة الجاية. وزي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده الفيديو ملاعب نادي بايرن ميونخ، ده ملعب 7، هتلاقي الملاعب مترقمة، دي نجيل طبيعي. هنلاقي فيه حوالي 7 ملاعب نجيل طبيعي، وفي ملعبين نجيل صناعي عشان وقت المطر. ملاعب على أعلى مستوى. وزي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي برضو ناسي ماشي بنفس الخطة وبنفس الطرق ونفس الأسلوب في نادي بايرن ميونخ، وإن شاء الله هنحصد الكلام ده كله خلال السنين الجاية وخلال الفترة اللي جاية. في حلقتنا النهاردة وفي كل حلقة دينا نجم دايما بنتكلم عنه، نجم بقى ليه تاريخ كبير داخل النادي الأهلي، وهو لاعب وهو برضو مساهم في اكتشاف المواهب والنجوم. زي ما اتكلمنا قبل كده عن نجوم كتيرة زي الكابتن مصطفى حسين، زي الكابتن فتح نصير، كابتن بدر رجب، زي الكابتن ميمي الشربيني. نجمنا النهاردة اعتزل الكرة سنة 82، انضم لقطاع الناشئين واشتغل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي سنة 83، من 83 ل 92، فترة كبيرة. من 92 ل 95 اشتغل مع الفريق الأول مع المدرب ألين هاريس، وفي الفترة دي النادي الأهلي حقق بطولات وحقق إنجازات كتيرة. من سنة 97 لسنة 2002 رجع مرة تانية لقطاع الناشئين داخل النادي الأهلي، وفي الفترة دي ساهم بقى في اكتشاف مواهب ونجوم قدمها للفريق الأول. الحمد لله كنت أنا واحد من ضمن المواهب اللي قدمها للفريق الأول، حسام غالي، شريف إكرامي، وائل رياض، نجوم كتير. هو نجمنا النهاردة كابتن عبد المنعم مصطفى حسين الشهير بشطة، كابتن شطة. نشوف تقريبا كابتن شطة، نرجع لحضراتكم مرة تانية. يبقى واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي، حيث أنه امتلك ستايل لعب سجل باسمه في سجلات الكرة المصرية. يعد أبرز من لعب في مركز الوسط المدافع في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، يعتبره النقاد والخبراء بمثابة إمبراطور المان تو مان في جيل السبعينيات، حيث أنه أسس مدرسة كروية جديدة في هذا التوقيت تمثلت في أنموذج لاعب الوسط المدافع الذي على أساسه سار العديد من اللاعبين على خطاه. حضر إلى الأهلي في مطلع السبعينيات، قاتل من أجل النجاح في مناطحة فطاحل القلعة الحمراء، حتى صار الأبرز في جيله بمركزه واللاعب الذي وضع عليه ديكوت أسطورة التدريب في الأهلي تشكيل ناديه لعدة سنوات، عبد المنعم مصطفى شطة، أحد أساطير الكرة الأهلاوية. يعتبر شطة مثالا حي لمعنى الرياضة بأنها تقرب بين الشعوب وتجمع ولا تفرق. فابن السودان الشقيق لا يعتبره المصريون غريبا، بل يعتبرونه مصريا أصيلا ابن بلد. حضر شطة إلى مصر للعب للنادي الأهلي عام 1973، وتحديدا يوم 6 أكتوبر، حيث كانت آخر طائرة هبطت مطار القاهرة كان موجودا بها، وأعقبها إغلاق المطار بسبب حرب أكتوبر المجيدة. عندما شاهده كمال حافظ وهيديكوتي في أول تدريب، طلبوا أن يتدرب مع فريق الشباب تحت قيادة الجنرال محمود البوهري. بعدها حصل على الفرصة مرة أخرى مع الفريق الأول ليصنع
عشت قصة نجاح كبيرة مع النادي الأهلي نظرا للقوة والسرعة اللتين كان يتمتع بهما شطة التي بلغت 16 كيلومتر في المباراة الواحدة. استخدم ويديكوتي ليصبح أول من يطبق طريقة المان تومان حيث لعب على العديد من نجوم الكرة المصرية وأوقف خطورتهم تماما. رغم قصر قامة محمد عبد المنعم شطة فإنه اشتهر باحتفال الشقلباز وأول مرة فعلها كان في مباراة الزمالك بكأس مصر عام 78 وتم استخدامها بعد ذلك بين لاعب القارة السمراء. شطة الذي بدأ حياته الكروية بفريق الثورية سابقا وحاليا حلة حمد الذي كان يلعب في أندية الدرجة الثانية بالخرطوم حصد مع النادي الأهلي أول بطولة إفريقية عام 82 العديد من البطولات طوال 6 مواسم لعبها مع النادي الأهلي. بعد اعتزاله اللاعب عمل مدربا للناشئين بالنادي الأهلي لمدة 1.5 عام ساعد في اكتشاف العديد من النجوم مثل عماد متعب حسام غالي ثم عمل مساعد مدرب للفريق الأول للنادي الأهلي مع ألان هاريس في التسعينيات. بعدها اتجه شطة للعمل الإداري بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف حتى الآن محققا النجاح الإداري والفني الكبير مع الاتحاد الإفريقي. أكيد اسم كبير داخل النادي الأهلي وهو لاعب وهو مدرب الكابتن شطة. تولى رئيس لجنة التطوير داخل الاتحاد الأفريقي وساعد مدربين مصريين كتير في استخراج الرخص اللي بتساعدهم في التدريب سواء في مصر أو خارج مصر. أتمنى إن شاء الله لكابتن شطة أن ربنا يديله الصحة والتوفيق خلال الفترة اللي جاية. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. اهلا بحضراتكم مره تانية وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي نتائج الاسبوع اللي فات. النادي الاهلي الاسبوع اللي فات كان فيه مباريات كتير، هنستعرض دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه كل النتائج الفرق داخل القطاع. زي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم نتائج فرق قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. مواليد 2004 الطيران والاهلي وفوز كبير للنادي الاهلي 6-0 على الطيران. مواليد 2003 الاسماعيلي والاهلي تعادل ايجابي 1-1. مواليد 2001 فوز الأهلي على سموحة 2-0 وكانت المباراة في اسكندرية في سموحة. مواليد 2000 الأهلي وعين الصيرة وفوز كبير للنادي الأهلي على عين الصيرة 6-0. مواليد 99 ومباراة قوية كانت قوية جدا مع طلائع الجيش وفوز الأهلي 1-0. مواليد 97 برضو كانت مباراة قوية جدا في الفيوم فوز الأهلي 1-0 على مصر المقصة. نتائج فرق البراعم ومدرسة الكرة بالنادي الأهلي. مواليد 2009 الأهلي والسكة الحديد 4-0 فوز الأهلي. مواليد 2008 الأهلي والنصر فوز كبير للنادي الأهلي 6-0. مواليد 2007 الأهلي والشمس 5-1 فوز الأهلي. مواليد 2006 فوز الأهلي على عرب الحصن 2-1. مواليد 2005 فوز الأهلي 11-0 على شبان المسلمين نتيجة كبيرة جدا تألق فرق البراعم مدرسة الكورة داخل قطاع الناشئين من النادي الأهلي. هروح برضو لفقرة ترتيب فرق دوري الجمهورية. مواليد 97 الأهلي في المركز الأول في دوري الشباب لعب 11 مباراة فوز في 10 تعادل في مباراة وحيدة مفيش خسارة ليه 30 هدف وعليه 7 أهداف في المركز الأول مع كابتن عادل عبد الرحمن المتألق ب 31 نقطة. تأتي مصر مقصة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة. طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، مركز الرابع حرس الحدود، الخامس بتروجيت، السادس إنبي، السابع بيراميدز، الثامن الإسماعيلي، التاسع الاتحاد. في المركز العاشر وادي دجلة، 11 نجوم اف سي، ال 12 المقاولين العرب، 13 الزمالك، الزمالك في المركز ال 13. 14 سموحة، 15 الجونة، 16 إنتاج الحربي، مركز 17 الداخلية، وفي المركز الأخير 18 المصري. هنروح لترتيب فرق مواليد 99. الأهلي في المركز الأول في الصدارة لعب 14 مباراة فوز في 4 تعادل في ماتشين خسارة في ماتشين
ليه 32 هدف وعليه 17 هدف في المركز الأول برصيد 32 نقطة. في المركز الثاني إنبي برصيد 28 نقطة. المركز الثالث الإسماعيلي، الرابع المولين العرب، الخامس إنتاج الحربي، السادس نجوم إف سي، السابع الزمالك، السابع الزمالك، الثامن المصري، التاسع طلائع الجيش، المركز العاشر مصر المقصة، المركز الحداشر سموحة، 12 بيراميدز، 13 الاتحاد، 14 بتروجيت، 15 حرس الحدود، 16 الداخلية، 17 وادي دجلة، وفي المركز الأخير مركز 18 الجونة. هنروح برضو مع حضراتكم مستمرين في ترتيب فرق مواليد 2000. المركز الأول النادي الأهلي لعب 11 مباراة، فوز في 10 مباريات، تعادل في مباراة واحدة، مفيش خسارة، ليه 38 هدف عليه 6 أهداف في المركز الأول برصيد 31 نقطة. في المركز الثاني مصر التأمين برصيد 30 نقطة. طلائع الجيش في المركز الثالث، الرابع وادي دجلة، خامس المصرية للاتصالات، السادس السكة الحديد، السابع النصر. هنكمل مع حضراتكم برضو ترتيب فرق مواليد 2000. في المركز الثامن شباب زينهم برصيد 15 نقطة، التاسع سراي القبة، العاشر مصر القاهري، 11 شباب عين الصيرة، 12 الغابة، 13 المعادي واليخت، و14 المقاولين العرب. مستمرين برضو مع حضراتكم في جدول ترتيب مواليد 2001. 2001 بقيادة الكابتن أحمد سراج، النادي الأهلي في المركز الأول لعب 15 مباراة، فوز في 13 مباراة، تعادل في ماتشين، مفيش خسارة، أقوى خط هجوم برصيد 49 هدف عليه 7 أهداف في المركز الأول برصيد 41 نقطة. طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد 36 نقطة. إنبي في المركز الثالث، الرابع المقصة، الخامس الزمالك، السادس حرس الحدود، السابع بتروجيت، الثامن المقاولين العرب، التاسع الاتحاد السكندري، التاسع العاشر سموحة، 11 الإسماعيلي، 12 الإنتاج الحربي، 13 نجوم إف سي، 14 المصري، 15 بيراميدز، 16 وادي دجلة، 17 الداخلية، وفي المركز الأخير 18 الجونة. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم مواليد 97، مواليد 99، مواليد 2000، مواليد 2001، ما شاء الله فرقنا متصدرة كل البطولات في المركز الأول بفارق أهداف، بفارق نقاط كتيرة عن المركز الثاني. هنروح دلوقتي للفقرة المحببة لحضراتكم كلها، أهداف الأسبوع بالصوت والصورة. يلعب ويعلق يا ولد يا ولد، جول 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 جول، جوه جول فهد جمعة، هو فهد، ربنا خلي جمعة اللاعب فهد جمعة، يا ولد يا ولد يا ولد يا فهد، هدف يطلع زي الفهد، فهد جمعة ويضع هدف أول للنادي الأهلي من رأسية وكرة عرضية جميلة من اللاعب محمد شكري. يا سلام يا فهد، فهد يطلع ويضع ضربة رأس قاتلة، ربنا يخلي جمعة، يا سلام يا فهد. وركلة جزاء مستحقة، الياس جول 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 جول، جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق اللاعب مصطفى الياس، مع اولى دقايق اول اربع دقايق في عمر احداث اللقاء. يضغط حسون، العابها طويله في اتجاه كرم النقيب، كرم حط جسمه، عبد مر، كرم يا ولد، جول 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 جول، جوه جول، هدف تاني للنادي الاهلي العربي، جمال هدف، مفيش احلى ولا اجمل من كده من كرم النقيب، عدى ومر وفات كرم النقيب. ايمن هيلعب، زياد
يلعب ويعلق على القائم البعيد. جول 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 جوه جول. هدف هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق اللاعب العربي جمال. العربي جمال يضع الهدف الثالث للنادي الاهلي وثاني اهداف العربي في هذا اللقاء علشان يرفع رصيده من الاهداف للهدف رقم 12. زياد مسعود ورقه بديله قادمه تقد على حساب اهدار الاهداف اتباعا. العربي جمال اهدر هدفين وكرم النقيب اهدر هدف ثالث وفرص مهدره من لاعب النادي الاهلي الى ان استطاع اللاعب. ادي يا ولد يا ولد يا ولد جول 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 جوه جول. هدف رابع للنادي الاهلي عن طريق كرم النقيب. كرم النقيب يضع الهدف الرابع للنادي الاهلي. ياس يرجع ويسلم يسلم لضياء ضياء لابو العيلة. يا ولد يا ولد يا ولد. وادي هدف للنادي الاهلي هدف للنادي الاهلي. هذا الهدف الخامس للنادي الاهلي خماسيه للنادي الاهلي. كرم النقيب يضع الهدف الخامس للنادي الاهلي. خمسه لا شيء للنادي الاهلي. العب الحسون مره ثانيه لضياء. ضياء يصوب ويسدد. يا ولد يا ولد جول 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 جوه جول. هدف سادس للنادي الاهلي بيحرجم عليها ويدور عليها من بدري. ضياء وحيد يضع الهدف السادس للنادي الاهلي. يا ولد يا ولد يا ولد على التصويبه من اللاعب ضياء وحيد. اكيد كل الاهداف النهارده حلوه لكن دايما معودين حضراتكم دايما من كل الاهداف الحلوه دي بنختار لكم احسن ثلاث اهداف فنستعرضهم دلوقتي على الشاشه ونشرحهم لحضراتكم دلوقتي. كانوا في خلال اول هدف معانا كان مباراه الاهلي والمقصه انتهت بفوز الاهلي احمد ياسر ريان وهدف رائع هدف يعني في مهاره عاليه جدا هدف المراوغه. احمد ياسر ريان ما شاء الله متالق مع فريق 97 بينزل من الفريق الاول وعامل ماتشات كويسه مع فريق 97 وبيجهز عشان ان شاء الله لما تجيله الفرصه مره ثانيه مع الفريق الاول يقدر يؤدي بشكل مميز وده من الاهداف الحلوه اللي فيها مهاره عاليه جدا من احمد ياسر ريان. شايفين هنشوف بنشوف الهدف مع حضراتكم مره ثانيه المراوغه انه هيسدد ورقص الراجل وبيحطها برجليه الشمال هدف رائع جدا لاحمد ياسر ريان. الهدف الثاني كان مباراه الاهلي وطلائع جيش مواليد 99 للاعب فهد جمعه. فهد جمعه مهاجم 99 هدف رائع ارتقى وجه الكوره زي ما بيقولوا بلغه كوره زحلق الكوره على دماغه راحت في الزاويه البعيده لحارس المرمى هدف صعب على اي حارس مرمى زي ما احنا شايفين هدف رائع فيها تقدير وطالع وراكب الكوره ومزحلق الكوره في الزاويه البعيده هدف رائع من فهد جمعه مهاجم مواليد 99. هنروح نشوف الهدف الثالث مع حضراتكم. الهدف الثالث مباراه 99 انتهت بفوز الاهلي 1-0 دي الهدف الثالث معانا للاعب ضياء وحيد تسديده قويه جدا مهاره التسديد قبل ما يسدد هو واخد قرار التسديد اول ما الكوره ما جات له داس على الكوره مهاره التسديد اللي احنا بنفتقدها حتى كمان في الفريق الاول. ضياء وحيد اخو محمود وحيد لاعب مصر المقاصه الفريق الاول هو زق الكوره واخد قرار التسديد وهدف رائع من الاهداف الحلوه جدا ومهاره التسديد من المهارات المهمه في كره القدم ومفتاح بحل مباريات كتير. معودين دايما حضراتكم دايما كل اسبوع بيبقى معانا منتخب الاسبوع داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي لكن النهارده هيكون معانا منتخب الشهر. كل اللعيبه اللي تالقت في دوري 97 و99 و2001 في كل انديه مصر النهارده بنقدم لكم الفقره دي لاول مره هو منتخب الشهر اللعيبه اللي تالقت في كل الانديه في مصر هنستعرضه مع حضراتكم دلوقتي بدايه من مواليد 97 اللعيبه اللي تالقت في 97 وزي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه اكيد يعني لعيبه النادي الاهلي هيكون ليها العدد الاكبر انها متصدره في كل المسابقات زي ما احنا شايفين مصطفى شوبير في حراسه المرمى باك رايت من الاهلي كريم يحيى من الاهلي باك رايت عندنا باك ليفت جابر محمدي من المقصه عندنا محمد عبد المنعم اثنين مساكين محمد رمي من الاهلي مهند اسامه من حرس الحدود مساك عندنا اثنين في نص الملعب عبد الرحمن جنديه من بيراميدز وعندنا عربي بدر من الاهلي عندنا تحت المهاجم ناحيه اليمين احمد حسن المقصه عندنا مدحت فاوسه من الاسماعيلي عندنا يوسف الجهري من مقاولين العرب
ومهاجم محمود فيليكس من وادي دجلة. دي اللعيبة اللي تألقت خلال الشهر، ودايما إن شاء الله الفقرة دي هتكون معانا كل شهر، دايما اللعيبة اللي تتألق، وده منتخب الشهر من مواليد 97. هنروح دلوقتي برضو لدوري 99، اللعيبة اللي تألقت في دوري 99 برضو في كل أندية مصر. عندنا في حراسة المرمى من الأهلي رمضان أبو حطب، عندنا باك رايت مصطفى ديودار من إنبي، باك ليفت محمود عبد الباقي بيراميدز، اثنين مساكين حماده زناري من الجيش، محمد نصر من الاسماعيلي، محمد بيومي من الاسماعيلي، رضا السيد من الجونه، تحت المهاجم اسماعيل اشرف من الجيش، عمار حمدي من الاهلي، صالح نصر من الاهلي، محمد ابو النجا من النجوم. دي اللعيبه اللي طلقت 99، وبرده زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ان لعيبه النادي الاهلي مستحوذه برده على منتخب الشهر، نظرا لان 97 زي ما قلت لحضراتكم وشفتوا في ترتيب الجداول، و99 و2001 هي معظم اللعيبه كلها تألقت داخل النادي الاهلي، فعشان كده النادي الاهلي ليه النصيب الاكبر، لكن هتبقى دايما هنقدم بقى كل المواهب وكل العناصر المميزه في كل ملاعب مصر. هنروح لمواليد 2001، منتخب الشهر في دوري 2001 اللي تصدره برضه النادي الاهلي مع كابتن احمد سراج، هنشوف منتخب الشهر مع في دوري 2001 في حراسة المرمى حمزة علاء من الأهلي، أحمد عيد من الزمالك باك رايت، محمد أشرف من الأهلي باك ليفت، محمد مغربي من الأهلي مساك، محمد سمير أخو سعد سمير بيلعب في طلائع الجيش، محمد شحاتة من الجيش، أحمد دبير كوكا من الأهلي، تحت المهاجم إبراهيم عادل بيراميدز، أحمد سعد إنبي، محمود صابر النجوم، ومحمود علامي مهاجم بتروجيت. دي برضو اللعيبة اللي تألقت في دوري 2001. زي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله يكون معانا فقرة منتخب الشهر دي مرة في الشهر، كل آخر شهر هنحصر لكم وهنشوف اللعيبة اللي تألقت واللعيبة اللي ظهرت بشكل مميز خلال الشهر كله، وهنعمل دايما معانا منتخب الشهر. لكن الثلاثة أسابيع التانيين هيبقى معانا منتخب الأسبوع داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. معانا لقطتين حلوين جدا، هما لقطتين الأسبوع. أول لقطة كانت في مباراة الأهلي ومصر مقاصة في الفيوم، وهي لقطة الجمهور، إن يبقى فيه عدد من الجمهور متواجد، والجمهور هنسمع بالصوت مع حضراتكم. دبس دبس نادي مطلع المقاصة، التعليمات من كابتن عادل عبد الرحمن يعبر عنه. ذكرى شهداء الاهلي ال 94 اللي دايما جمهور النادي الاهلي هو السند، وال 74 شهيد هم دايما في قلوب كل الاهلاويه. النهارده برضو يعني هنشوف محمد ممدوح الشهير بدولي، برضو جماهير الاهلي يعني كان توفى من قريب، فجماهير الاهلي عامله له لافته. فده محمد ممدوح دولي، هو من اسوان، ورغم انه من اسوان مسافه بعيده لكن ما كانش بيسيب مباراه للنادي الاهلي في اي مكان، كان موجود دايما ورا الفريق الاول للنادي الاهلي. فدي من احلى اللقطات هو وجود الجمهور. تاني حاجه ان الجماهير تخلد ذكرى شهداء الاهلي 74، وبرده بننعي اهل واسره محمد ممدوح الشهير بدولي، ربنا يرحمه ان شاء الله ويكون في جنه الخلد. معانا اللقطة الثانية، لقطة الأسبوع أو صدة الأسبوع، كانت لأحمد طارق سليمان، كانت برضو في نفس المباراة، مباراة الأهلي والمقصة، وانتهت فوز الأهلي 1-0. ركلة الجزاء دي كانت في الدقيقة 85، المباراة كانت 1-0 للنادي الأهلي، وركلة الجزاء جت في الدقيقة 85، تصدى ليها ببراعة أحمد طارق سليمان. برضو أحمد طارق سليمان من الحراس المميزين مع مصطفى شوبير، مصطفى شوبير كان في اليوم ده موجود مع النادي الأهلي في الفريق الاول في بتروجيت، كان من ضمن ال 21 لاعب في مباراه الاهلي اللي انتهت بفوز الاهلي 1-0 في بتروجيت. لاعب احمد طارق سليمان ما شاء الله الاثنين بيقدموا يعني مباريات قويه، وبيقدموا ماتشات قويه مع فريق 97، وهما بيتم تصعيدهم من فريق 2000. هنروح دلوقتي مع حضراتكم لفقره الاخبار. فقره الاخبار، وبنشكر طبعا كل المواقع اللي بدات تسلط الضوء على كل المواهب الموجوده في النادي الاهلي، او كل المواهب الموجوده داخل مصر، سواء اليوم السابع، موقع الاهلي الرسمي، فيتو، كل المواقع اللي بدات تنقل الاخبار الناشئين. من الموقع الرسمي للنادي الاهلي كابتن احمد سراج، تعاملنا مع مباراه سموحه بشكل جيد رغم الغيابات، فاز في مباراه سموحه رغم ان عنده عدد كبير طبعا من الاصابات. من موقع فيتو، هزيمه الزمالك بثلاثيه
الأبرز في الجولة الحداشر لدوري الجمهورية للشباب. وشفنا يعني ترتيب الزمالك في مراكز متأخرة سواء في 97 أو في 99. برضو من موقع فيتو شباب الأهلي يواصل صدارة دوري الجمهورية بالفوز على المقصة. انتهت المباراة طبعا 1-0، وبنشكر طبعا المسؤولين في مصر للمقصة على حسن استقبال النادي الأهلي هناك في الفيوم. الأهلي يعلن جاهزية شادي رضوان للقاء المقاولين العرب. بنقول لشادي رضوان الحمد لله على السلامة، إن شاء الله تصول وتجول مرة أخرى في الملاعب وتتألق زي ما احنا اتعودنا عليك يا فراري. دي كانت الأخبار معانا. برضو معانا خبر مهم جدا، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة كابتن هاني أبو ريدة إنه يقيم مسابقة لمواليد 97 كأس مصر. 97 دي ممكن تكون فكرة الكابتن محمود سعد، عايز يبرز كل المواهب الموجودة في 97 علشان يبدأ يقدمها للمنتخب الأولمبي للكابتن شاوي غريب والجهاز المعاون ليه. فكرة طبعا كويسة جدا، فكرة هتدي مساحة كبيرة لكل العناصر الموجودة في 97 إنه يشوفها الكابتن شاوي غريب. نتمنى إن شاء الله للفكرة إنها تنجح وتبدأ تفرز عن مواهب لكل الأندية والمنتخب مصر. معانا برضو خبر مهم، منطقة القاهرة لكرة القدم تشكل 7 منتخبات للناشئين براعم 2001 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007، وما شاء الله منطقة القاهرة من المناطق اللي عاملة شغل كويس جدا خلال الفترة اللي فاتت. معانا على التليفون دلوقتي الكابتن أيمن حسان رئيس لجنة المسابقات منطقة القاهرة. ازيك يا كابتن أيمن؟ ازيك يا كابتن أسامة؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحياك طيب، ما شاء الله منطقة القاهرة عاملة شغل كبير ومميز برئاسة طبعا الكابتن حمادة الشربيني، كابتن محمد حشيش، أيمن حسان، عم شاكر عبادة اللي موجود دايما في كل المباريات، البراعم والناشئين، كشري، إيهاب توفيق، محمد طه، كل الناس ما شاء الله عاملين شغل كويس في منطقة القاهرة. والله شاكر ومجلس القوات اللي هنعمل 4 منتخبات ناشئين وثلاث منتخبات براعم. المنتخبات الناشئين 2001 و2002 و2003 و2004. المنتخبات البراعم السنه دي طبعا انت حضرتك عارف ان القاهره دلوقتي للسنه العاشره بتشارك في بطوله طوكيو الدوليه عواصم العالم، بناخد فيها مراكز متقدمه اول وثاني وثالث. السنه دي 2005 هي اللي هتشارك باذن الله. مجلس الاداره اختار مدير فني علاء عبد السميع، وادي دجله، مصطفى ماوين المقاولين العرب، احمد فوزي الاهلي. منتخب 2006 اختار مدير فني، مجلس الاداره اختار مدير فني طارق ضياء انبي، مدرب احمد ابو مسلم دجله. 2007 اختار الكابتن علي محمود عز الدين المعادي واليخت، مدير فني ومدرب شريف فضيل الاهلي. وباذن الله يعني في دراسه لل 2008 و2009 اللي بنشوف بس مدى الجدوى بتاعتها. على اساس احنا بنعمل منتخب 2007 و2006 تجهيز للي هم بيسافروا بعد سنتين، يعني السنه الجايه 2006 هيسافر، اللي بعديها 2007. فاحنا بنحاول نجهز المنتخبات. وبالنسبه للمنتخبات الناشئين اللجنه الفنيه بقياده محمود موافي ابتدت دلوقتي خلاص يعني تاخد الجداول، بس احنا مستنظرين دلوقتي خبر يعني من اتحاد الكوره يدينا النسبه بتاعت القطاعات عشان نبدا الدوري بتاعنا، يبتدوا يعني يجيبوا العناصر الكويسه في 2004 و2003. تمام. على اساس ان نبتدي احنا بنجهز للسنه الجايه، 2003 دي هتبقى منتخب مصر السنه الجايه. تمام. هي فكره ممتازه طبعا يا كابتن ايمن. هيعملوا تجمعات خلال الفتره الجايه؟ التجمعات على طول هتبدا بعد الامتحانات، خاصه 2001 على اساس الكابتن حماد الشربيني لما اتكلم هو وكابتن احمد محفوظ اتكلموا مع كابتن محمود موافي. الكابتن نافع يعني قال رايي احنا عايزين ناخد جميع اللعيبه اللي كابتن ربيع ياسين ما خدهمش. تمام. يعني اللعيبه اللي ما خدهمش كابتن ربيع ياسين هم من دول اللي هناخدهم ونشوف العناصر الكويسه فيهم. ممكن يكون الكابتن ربيع ما شافش لاعب او لاعب كان مش فيهم ودوت كان شكله وحش كان في الملعب عنده بلد، فاحنا هناخد اللعيبه اللي مش في منتخب مصر وهنلعب منتخب مصر ماتش واثنين وثلاثه ونشوف اللعيبه كويسه. لا هي فكرة طبعا ممتازة كابتن أيمن، ونتمنى لها إن شاء الله التوفيق خلال الفترة الجاية. وأنت كمان بتقول 2001 اللي ما راحوش منتخب مصر أنت بتجهزهم علشان الكابتن ربيع يقدر يشوفهم مرة تانية بشكل أفضل. فهو ده الهدف بتاع منطقة القاهرة، اللي اللعيبة كلها لازما يعني اللعيبة كلها البراعم كلها بيقول لك ما لهاش هدف، لا الهدف بتاعنا اللعيبة كلها تحب مصر. تمام. كل الموضوع في حب مصر.
تمام. وطبعا وفي حاجه كمان يعني قبل ما اكتب مع حضرتك بنقول بس للكابتن محمود الخطيب الحمد لله على السلامه، وربنا يا رب كده نشوفه في كل حته موجود. نشكر الكابتن محمود الخطيب على الملاعب اللي بيديها لنا في البلاعم، يعني ملاعب كتيره جدا السنه دي، يعني تعاون بين النادي الاهلي ومنطقه القاهره، تعاون رهيب يا كابتن. اللعيبه كلها حابه تروح النادي الاهلي، حابه تدخل النادي الاهلي، اللي هي الانديه الصغيره عزبه النخل والمطويه وشبرا، كل الانديه ديت بتروح النادي الاهلي. وخلاص احنا كمان النادي الاهلي ابتدى ينزل المدربين بتوعه المشرفين بتوعه يشوفوا اللعيبه كويسه ياخدوها. وطبعا بنشكر كمان المهندس صلاح محسن رئيس مجلس اداره نادي المقاولين العرب، التعاون برضه يعني اكتر متعاونين معانا السنه دي النادي الاهلي ونادي المقاولين العرب. انا بشكرهم وبشكر كابتن محمود الخطيب والبشمهندس صلاح محسن وكل مجلس اداره الناديين. يعني كابتن ايمن حسان رئيس لجنه مسابقات منطقه القاهره، شكرا جزيلا لك. كنا اتكلمنا في اول الحلقه عن قضيه مهمه جدا، هي قضيه ازاله الملاعب الخماسي. زي ما قلنا لحضراتكم احنا ضد طبعا المخالفات ان الملاعب دي تقام على اراضي زراعيه، هي مخالفه، لكن لازم وزاره الشباب والرياضه والمسؤولين لازم يشوفوا ايه البدايل، علشان الملاعب دي متنفس كبير جدا للشباب، الملاعب دي بيخرج منها مواهب للانديه والمنتخب مصر. معانا على التليفون دلوقتي الناقد الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا كابتن عصام؟ كابتن اسامه ازاي حضرتك؟ موفق يا كابتن، على فكره اطلاله جميله ان يبقى في حاجه عن الناشئين وعن ما يسمى بامل مصر في المستوى القريب والبعيد كمان ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكر طبعا حضرتك انك بتخصصوا مساحه في اليوم السابع لاخبار الناشئين واخبار المنتخبات، حتى الناشئين والشباب يا استاذ عصام، حتى مبارياتهم قدر المسموح، عشان احنا بنحترم الحقوق والحاجات دي، بنحاول نبرزهم بمقاطع من الفيديوهات يعني. عايزين بقى قضيه الساعه، ايه رايك في ازاله الملاعب الخماسي؟ انت قلت عنوان مهم يا كابتن اسامه، الدوله المصريه لا يمكن لاحد التعدي على حقوق باقي الشعب. الناس فاكره ان الدوله المصريه لما تدور على حقوق هي بتدور على حقوق ما يسمى الحكومه، لا، هي بتدور على حقوق بقيه الشعب. حضرتك مش شعب وانا مش شعب، تمام. لما نستقطع جزء من ارض املاك عموميه زي ما بيقولوا او اراضي زراعيه ابورها، نحن نحتدي على حق بقيه ال 104 مليون، تمام. عشان بس نوضح لاهالينا الطيبين، تمام. الجزء الثاني يا كابتن انه اما اراضي زراعيه يتم تبويرها او استيلاء على ارض حتى بعض المناطق تحت المحاور والكباري بلعبه او اخرى، يروح حد فيقول لك والله انا راجل بجتهد وعامل ملعب للناشئين او للشباب. لا يا صديقي، لا يا مواطن يا طيب، او حتى بنوايا سيئه، لانه احيانا الطيابه بيتصرف منها نوايا سيئه، تمام. ما تمدش ايدك على ما هو عام. ثانيا وهو الاهم، انت قلته، لابد من توفير بديل هام وعاجل. الملاعب دي يا من انشا تاريخ البرازيل الكروي على الشواطئ في حتت كتيره، ملاعب العارضه في العارضه زي ما بيقولوا، بتخرج اجيال من الناشئين والمواهب. وبالتالي اعتقد ان الدوله الملف كله بتاع الرياضه، وحضرتك عارف، ان تتحول لصناعه من صناعه الناشئ والموهوب امام الدوله المصريه باصرار. وبالتالي اعتقد ان البديل يجب توفيره، لان الملاعب دي يا كابتن وعايز حضرتك تلقي الضوء على ده، بعضها بدون رقابه، بعضها يسهر حتى مطلع الفجر، وبالتالي يساء استخدام بعضها، لكن بعضها كان مؤثر وسيظل مؤثر. وبالتالي انا بقول لحضرتك عندي معلومات من قناه الاهلي الاكثر انتشار طبعا، بقول لحضرتك ان الدوله هتدفع بالبديل بملاعب مؤمنه فيها دكتور، فيها رعايه، الشرطه عارفه ليها مواعيد يا كابتن للبدء والانتهاء، تحت رقابه تليق باولادنا والنشأ ومستقبل مصر. ممكن يكون البديل يا استاذ عصام يبقى في تعاون ما بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره التعليم، المدارس، ان الملاعب في المدارس تستغل حتى في الفتره المسائيه، يعني في ايام اجازات ممكن يبقى خميس جمعه سبت، ان احنا نستغل الملاعب في المدارس، يحصل تطوير الملاعب دي وتستغل افضل استغلال. طب ما شاء الله عليك، احنا اساسا واحنا في الهرم، ويعني كان بيسعدني ان انا كنت في جيل فيه زكريا ناصف جاري وكان معاه في المدرسه وكنا بنلعب كوره، بس انا هو ما شاء الله راح الاهلي، انا رحت المقاولين كطلبه او تلامذه في اولى اعدادي، كانت مدرسه الزراعه ملك الدوله، تمام. تفتح ملاعبها وهي ملاعب كبرى لاهل الحي زي ما بيقولوا، مزبوط. ومن ثم بنروح نلعب برقابه، واذكر تخيل بقى
الأستاذ جلال هو كان أحد الله يرحمه طبعا كبار الإداريين والمديرين ومهندس زراعي بالمدرسة، ووالد خالد جلال كان بيحضر بنفسه الأهلي الحي ويقول لنا إزاي نحافظ على المرافق، إزاي نخلي بالنا من الملاعب، لأن احنا مجرد أهل الحي ما احناش طالب من المدرسة. وكان يوم الجمعة اللي انت قلته رائع يا كابتن. يا ريت توصل الرسالة دي للدكتور أشرف صبحي، وهو متعاون صراحة في المدارس وفي الجامعات، زي ما بنشوف دوري مراكز الشباب، بنشوف دوري المدارس. أتمنى إن المدارس تفتح أبوابها والملاعب دي يتم تجهيزها عشان كل الأحياء. إن أستاذ عصام مراكز الشباب طبعا ممكن هنلاقي فيها ملعب واحد، أو أحياء ممكن ملاش فيها مراكز الشباب، فالمدارس هي متنفس حقيقي لهؤلاء الشباب يعني. عشان تبقى مطالبتنا واحدة من القناة ومن اليوم السابع وعلى المستوى الشخصي، هنرفع الأمر ده أمام أستاذ وزير الشباب والرياضة، وهو مهتم جدا بتغيير كل الأوضاع. هنطلب منه المدارس اللي فيها حوش أو ملعب تظل فيه الخدمة للشباب والناشئين أيام الأجازات الويك إند زي ما بيقولوا، وفي الفترة المسائية. إيه رأيك على هذا العنوان؟ تمام، احنا عارضين تمام دلوقتي الإزالات بتاعت الملاعب دلوقتي، وهي بيتم إزالة الملاعب يعني حاجة طبعا يعني احنا الدولة بتزيل البيوت المخالفة، أكيد لازم تزيل برضو الملاعب، وإحنا مع ضد أي مخالفة بيتم يعني تكون موجودة، يعني احنا مش مع أي مخالفة تكون موجودة. اعتداء على حقي وحقك، لا أحد يدفع ضرائب وربما إيجار ده غير تبوير بعض الأراضي، غير الخطورة اللي قلت لحضرتك عليها. تعالى نتولى كإعلام إبراز الوجه الحقيقي للي بيحصل، إنه هيبقى فيه بدائل ومؤمنة، لأن المستقبل ده اللي هو النشأ أمانة في رقبة الدولة وكل الشعب. تمام، الناقد الرياضي الكبير أستاذ عصام شلتوت، شكرا جزيلا لك. هنروح دلوقتي التقرير مع الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. قريبين ان شاء الله للدرجه الاولى، وحتى لو السن دلوقتي صغير يبقى ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله يبقى فيه لعيبه تواصل المسيره مع النادي الاهلي وتواصل ان هي توصل للدرجه الاولى، ولعيبه على مستوى عالي سواء من الاداء الفني او الاداء السلوكي او الاداء روح الفانيلا الحمراء موجوده عندهم. المحور الثاني طبعا البطولات، كان النادي الاهلي بيفتقد بعض البطولات، ولكن ان شاء الله السنه دي نحاول بقدر الامكان النادي الاهلي يحصد اكثر بطولات وخصوصا بطولات الجمهوريه. انا اتفرجت على الماتش وشاف الماتش، شاف ان في ناس فعلا يعني تستحق ان انا يمكن اعنفهم وانبهم، لان النادي الاهلي بيتمتع بروح الجماعيه، بروح الاداء، بروح الفانيلا الحمراء، ولكن في بعض اللاعبين الاداء الفردي والاداء كان بيغلب عليهم، وده انا ما بحبش الظاهره دي، عشان كده يمكن كنت شديد معهم في الكلام وشديد بانب بعض اللعيبه، لان دائما النادي الاهلي بيفوز بروح الفانيلا، دائما النادي الاهلي بيفوز بالجماعيه، دائما النادي الاهلي بيفوز ان اللعيبه كلها فعلا بتهدف لمصلحه واحده وهي الفوز. انا برضو مش عايز اتكلم على الدرجه الاولى كتير، لان الدرجه الاولى مره بظروف صعبه جدا، عشان كده الناس بتطالب فعلا ان بيطلع لعيبه من قطاع الناشئين، ولكن لعيبه النادي الاهلي في الدرجه الاولى لعيبه كويسه، وان شاء الله انا يعني متفائل جدا ان شاء الله فريق الدرجه الاولى هيعمل نتائج كويسه، هيعمل نتيجه ايجابيه، وهيسعد جماهير النادي الاهلي ويسعد اعضاء النادي الاهلي، ومش هيبقى فيه الدروب اللي حصل في الفتره دي. فالناس لازم اي فرقه على فكره في المستوى الفني وفي معدل المباريات على الاقل الرسم الباني لازم يبقى فيه هزه شويه، ولكن عايزين جماهير النادي تقف جنب فرقتها، الناس المشجعين الاعضاء كل يقف جنب فرقته، لان الفرقه فعلا محتاجه دلوقتي تدعيم حتى معنوي، يعني محتاجه تدعيم معنوي من الجماهير، محتاجه تدعيم معنوي من الاعلام، عشان فرقه النادي، وان فرقه الاهلي الحمد لله فيها عناصر كويسه وفيها لعيبه كويسه، وقطاع الناشئين في خدمه الدرجه الاولى دايما في النادي الاهلي. يعني جمهور النادي الاهلي انا بقولها يعني بمنتهى الامانه، احب جماهير النادي الاهلي وبعشق جماهير النادي الاهلي من زمان، لان جماهير النادي الاهلي فعلا فعلا عايز افوز بصفه مستمره، مش عايز لا تعادل ولا هزيمه ولا، ولكن زي ما قلت لك في فتره لازم تمر على اي فرقه في العالم، اي فرقه في العالم لازم يبقى في دروب، لازم يبقى في دروب فني. فاتمنى من الجماهير تستحمل، واتمنى من الجماهير تؤازر فرقتها، واتمنى من الجماهير ان يبقى في صبر شويه على كابتن محمد يوسف او الاجهزه الفنيه اللي هتيجي جديده، فان شاء الله النادي الاهلي يقف، والنادي الاهلي نادي بطولات، والنادي الاهلي دائما
دائما لما بيحصل له كبوه بيقف وبيبقى شامخ وبياخد بطوله ما فيش قلق ان شاء الله. يعني انا عامل منتخب او فريق مستقبل النادي الاهلي، والحمد لله دلوقتي قدرت اقف على عناصر كتيره وعناصر في كل مركز، فيه 3 لعيبه في كل مركز، وان شاء الله برضو من خلال تقييمي ومن خلال تقييم المديرين الفنيين المسؤولين عن الفرق ان شاء الله برضو هنستعرض ايه اللي ممكن يكون جد من اللعيبه دي يستحق فعلا انضمام لهذا المنتخب او فريق المستقبل للنادي الاهلي، وفي نهايه الموسم ان شاء الله اعرضه على مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب والناس القائمين على الكره في النادي، بحيث ان يبقى اللعيبه دي دائما في فكر الفريق الاول ان شاء الله. ان اللعيب داخل منظومه النادي الاهلي بيحب جاي عشان بيحب النادي الاهلي، يبقى خلاص ارتدى تيشيرت النادي الاهلي التيشيرت الاحمر، هو بيحبه، هو النهارده بيتمتع بالروح القتاليه. فاللعيبه اللي انت قلتها فاروق اندمجت فعلا مع النادي الاهلي، ان عارفين منظومه النادي الاهلي، هو دخل النادي الاهلي وعاش 4-5 شهور داخل النادي الاهلي، فعرف كيفيه النهارده التغلب على الصعاب حتى في النادي الاهلي، النهارده الاداء السلوك كل هذه الامور هو النهارده بيتمتع بيها، عشان كده عاش في هذه المنظومه واندمج مع فرق النادي الاهلي. واتمنى ان اللعيبه دي كلها ان شاء الله تبقى مستقبل النادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله. ما انا بحب النظام واحب التزام، لان بص اي رقي في اي حته اذا كان في نظام في نجاح، اذا كانت في فوضى مفيش نجاح. انا بحب النظام وبحب كل واحد يبقى ملتزم، انا ملتزم في شغلي الحمد لله، باجي كل يوم زي ما انت شايف بنزل بروح ماتشات هنا وبروح ماتشات هنا ملتزم، لان ربنا سبحانه وتعالى اداني النهارده وظيفه، لازم احافظ على الوظيفه ولازم يبقى في نظام ولازم يبقى في التزام ولازم يبقى في جديه في التعامل. فانا فعلا يمكن اول ما اجتمعت مع الاجهزه الفنيه والاجهزه الطبيه والعمال قلت لهم النظام اهم حاجه عندي عشان نقدر ننجح، والنجاح مش بايدي انا، النجاح بايد ربنا سبحانه وتعالى وبالناس كلها، حتى ابسط عامل كلنا بننجح وكلنا فعلا في خدمه النادي الاهلي. بقول لجماهير النادي الاهلي انتوا حبايبي، وانتوا دائما اللي بتدعموا النادي الاهلي، وخصوصا في الناحيه المعنويه للاعبين والاجهزه الفنيه اللي بتشتغل، وابعدوا عن اي تيارات ومهاترات تسيء للنادي الاهلي، لان انتوا عارفين كل حاجه، كل الجو الرياضي انتوا عارفين كل حاجه فيه. جماهير النادي الاهلي دائما عاشقه للفانيله الحمراء، ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقوا سعداء ويبقوا مبسوطين باداء النادي الاهلي ونتائج النادي الاهلي ان شاء الله. محمد عبد الجليل مدير قطاع الناشئين مصر مقصه، بعد كده رايحين على اسكندريه وقطاع الناشئين بسموحه. زي ما قلت لحضراتكم من اول يوم هتكون القاعده بتاعتنا الاول هي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وبعد كده هنتوسع ونتجول مع كل المواهب وكل المشاكل الموجودة داخل قطاعات الناشئين في مصر كلها. عندنا مشكلة هنطرحها النهاردة وإن شاء الله هنلاقي لها حل من خلال برنامج الأشبال، وهي إزالة الملاعب الخماسي. ملاعب الخماسي طبعا بتقام على الأراضي الزراعية، إحنا ضد الكلام ده، ضد المخالفات، لكن إن شاء الله هيكون معانا تليفون مهم من ناقد رياضي كبير هنتكلم معاه ونشوف ايه البدائل اللي ممكن تطرحها وزاره الشباب والرياضه عن طريق الدكتور اشرف صبحي للشباب، خاصه ان الملاعب دي متنفس كبير للشباب لاستخراج الطاقات الكبيره اللي داخلهم. الملاعب دي بتطلع برضو مواهب للانديه والمنتخبات مصر. النادي الاهلي، بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيواصل التدعيم، وزي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته، تدعيم للفريق الاول والتدعيم لقطاع الناشئين داخل النادي الاهلي، علشان يكون عندك قطاع ناشئين قوي ويكون في نفس الوقت عندك فريق اول قوي. النادي الاهلي ضم محمد محمود المنتقل من دجله. الحلو في الصفقه ان محمد محمود مواليد 98، لاعب صغير تحت السن، هيتأيد تحت مع فريق 97. محمد محمود من اللعيبه اللي انضمت حديثا لمنتخب مصر، من الخامات المبشره، من اللعيبه المتميزه، ان شاء الله نتمنى لها التوفيق انه يعمل تاريخ كبير داخل النادي الاهلي وده مع منتخب مصر. برضه في نفس الطريق النادي الاهلي بيعمل قطاع ناشئين قوي على اساس علمي، وده من اول السنه في الاختيارات كلها، في اختيارات المدربين، في التدعيمات اللي تمت من خلال اختيار لعيبه زي محمد فخري من المحله وعمار حمدي ولعيبه كتير. برضه النادي الاهلي بيواصل التدعيم لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، واحنا شايفين الحمد لله السنه دي ترتيب النادي الاهلي في كل المسابقات وفي كل الجداول، النادي الاهلي بيتصدر كل المسابقات. انا شخصيا كان ليا تجربه فتره معايشه كانت في نادي بايرن ميونخ، كنت راح اتعلم هناك مع الفريق الاول، لكن طلبت منهم ان انا اكون متواجد برضو مع قطاع الناشئين واشوف الدنيا هناك بيشتغلوا ازاي. هو ده قطاع الناشئين في نادي بايرن ميونخ، كان الاول قطاع الناشئين هناك كل اللعيبه مع الفريق الاول مع فريق 23 في مكان واحد، فصلوا الناشئين عن الفريق الاول وحطوهم في مكان لوحده
المكان ده تكلف حوالي 45 مليون يورو، تكلفة كبيرة جدا. ده الجيم بتاع الناشئين، وهناك عاملين هم جيمين، عاملين جيم، نرجع تاني بالصورة، عاملين جيمين للأعمار السنية من فوق 15 ل 19 ليهم مكان مخصص، ومن 15 للأعمار السنية تحت ليهم جيم معين. دي الاستراحة بتاعت الناشئين داخل نادي بايرن ميونخ. ده الجيم زي ما كنت بكلم حضراتكم، ده من أعمار السنية من 15 ل 19 ليهم الأجهزة المعينة، ناس بتشتغل على أساس علمي علشان تطلع لاعب لنادي بايرن ميونخ الأول ولجميع المنتخبات، سواء هو لاعب محترف أو لمنتخب ألمانيا. دي الاستراحة، ده المكان الاستراحة. هناك كل لاعب بيبقى ليه غرفة، أنا كنت حتى طلبت إن أنا أدخل وأصور الغرف، قالوا لي دي بتبقى يعني خاصة باللاعبين، ممنوع فيها التصوير، لكن ده المكان للولاد بيتجمعوا فيه وقت الراحة بتاعتهم، بيقعدوا اللي عايز يلعب بلياردو عايز يتفرج على التلفزيون، بيكون مكان مجمع للولاد كلها. ده الجيم اللي تحت من أول 15 سنة فيما تحت، برضو نفس الأجهزة ونفس الشغل المعين ليهم، زي ما بقول لحضراتكم كله على أساس علمي. إن نادي بايرن ميونخ يهتم بالقاعدة وهي الناشئين، فأكيد ده شيء محترم. وده برضو الجماهير اللي بتحضر في المباريات، حضرت مباراة لفريق الشباب هناك 19 سنة في الدوري، دي عدد الجماهير اللي بيحضر. كمان نفس اللعيبة اللي بتلعب في 19 سنة، هو نفس الأسلوب ونفس الطريقة، نفس الأسلوب ونفس الطريقة بتاعة الفريق الأول. دي العيادات، دي الجماهير، وكمية جماهير ما شاء الله أولياء أمور وجماهير محبة لنادي بايرن ميونخ تتفرج على الناشئين وعارفة المواهب اللي عندها. دي العيادات الموجودة داخل نادي بايرن ميونخ، برضو الأجهزة الطبية وإزاي إنك تهتم بناشئ ولد صغير. الاهتمام كله هناك مش راح للفريق الأول زي ما احنا بنعمل في مصر، كل الاهتمام وكل الدعم وكل الرعاية بتروح الفريق الأول. طب فين القاعدة اللي عندك علشان أبني صح، علشان يبقى عندي أساس صح؟ هو ده الأساس، أجهزة طبية، استراحات، غرف معيشة، تغذية، كل حاجة، ملاعب، ده ملعب المباريات، استاد مخصص للمباريات فقط. شايفين عدد الجماهير ما شاء الله اللي كان حاضر، وهنشوف برضو ملاعب التدريب هناك برضو ما شاء الله على أعلى مستوى. هناك مش ملاعب ممكن تعمل إصابات للعيب، ممكن تنهي عمره في الكرة بدري، لا، ملاعب برضو مميزة هناك، عدد الملاعب كبير. وهي دي، وهو ده قطاع الناشئين نادي ميونخ. النادي الاهلي على فكره عندنا كل الامكانيات دي، النادي الاهلي بيشتغل برضه بنفس اسلوب نادي بايرن ميونخ. عندنا هناك في مدينه نصر، في النادي الاهلي في مدينه نصر عندنا عدد ملاعب كتير، عندنا اجهزه طبيه، عندنا جيم، عندنا اسلوب برضه في التغذيه، عندنا استراحه للناشئين. فالنادي الاهلي الحمد لله الناس بتشتغل برضه بنفس منهجيه نادي بايرن ميونخ، وان شاء الله هنشوف النجاح ده خلال الفتره الجايه. وزي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، ده الفيديو ملاعب نادي بايرن ميونخ، ده ملعب 7، هتلاقي الملاعب مترقمه، دي نجيل طبيعي، هنلاقي فيه حوالي 7 ملاعب نجيل طبيعي، وفي ملعبين نجيل صناعي عشان وقت المطر، ملاعب على اعلى مستوى. وزي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي برضو ناسي ماشي بنفس الخطه وبنفس الطرق ونفس الاسلوب في نادي بايرن ميونخ، وان شاء الله هنحصد الكلام ده كله خلال السنين الجايه وخلال الفتره اللي جايه. في حلقتنا النهارده وفي كل حلقه دينا نجم دايما بنتكلم عنه، نجم بقى ليه تاريخ كبير داخل النادي الاهلي وهو لاعب، وهو برضو مساهم في اكتشاف المواهب والنجوم، زي ما اتكلمنا قبل كده عن نجوم كتير زي الكابتن مصطفى حسين، زي الكابتن فتحي نصير، كابتن بدر رجب، زي الكابتن ميمي الشربيني. نجمنا النهارده اعتزل الكوره سنه 82، انضم لقطاع الناشئين واشتغل في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي سنه 83، من 83 ل 92 فتره كبيره، من 92 ل 95 اشتغل مع الفريق الاول مع المدرب ألين هاريس، وفي الفتره دي النادي الاهلي حقق بطولات وحقق انجازات كتيره. من سنه 97 لسنه 2002 رجع مره ثانيه لقطاع الناشئين داخل النادي الاهلي، وفي الفتره دي ساهم بقى في اكتشاف مواهب ونجوم قدمها للفريق الاول. الحمد لله كنت انا واحد من ضمن المواهب اللي قدمها للفريق الاول، حسام غالي، شريف اكرامي، وائل رياض، نجوم كتير. هو نجمنا النهارده كابتن عبد المنعم مصطفى حسين الشهير بشطه، كابتن شطه. نشوف تقريبا كابتن شطه، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. بنشكر طبعا الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي اختصنا بالحوار دوت، وبنشكره طبعا هو وكل المدربين داخل القطاع على الجهد مبذول خلال الفتره اللي فاتت، اللي واضح في المواهب الموجوده داخل القطاع، واللي واضح
كمان في المباريات القويه اللي بيأديها لعيبه داخل قطاع، وواضح كمان في ترتيب ان النادي الاهلي في كل المسابقات متصدر المركز الاول. زي ما قلت لحضراتكم دايما كاميرا الاشبال هتبدا تتجول داخل قطاعات الناشئين في مصر. البدايه بتاعتنا ان شاء الله هتكون داخل قطاع الناشئين بنادي المولين العرب. نادي المولين العرب من قطاعات الناشئين القويه اللي طلعت لمصر طبعا وطلعت لعيب محترف محمد صلاح، وعندهم لعيبه مميزه داخل قطاع الناشئين في المولين العرب. رحنا للكابتن ريعو مدير قطاع الناشئين من المولين العرب وعملنا معاه حوار، نشوف الكابتن ريعو قال ايه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اغلب الانديه وما زالت للاسف الشديد عشان طبعا كتر الاختبارات اللي بتيجي كل سنه بيكتفوا بموضوع التقسيمات، عشان فطبعا بيتظلم ناس كتير جدا جدا في موضوع التقسيمات ده، لانه بتبقى الاعداد كبيره جدا والناس حتى اولياء الامور. طب تسال اي حد يقول لك ده الراجل ما شافنيش، انا ما لمستش الكوره، وحد تاني يقول لك انا جبت 5 تجوال وعملت 5 اسيست، والكلام ده كله طبعا اغلبه عاري من الحقيقه. في ظلم برضه على بعض اللعيبه، مش ممكن هتكتشف الموهبه، انت عارف موهبه عشان تكتشفها 0.5% يعني في كل 200 لعيب عشان تجيب التالنت الموهوب ده الموهوب، وكل يمكن 200 لعيب هتطلع لعيب. فطبعا عايزه كونسنتريتد، عايزه تركيز كبير قوي طبعا، رغم اللي بيتعمل لجان وتعمل يعني اوقات كتيره جدا عشان شاف الناس. احنا جالنا الصيف اللي فات ده اكتر من 12,000 ناشئ الحقيقه، بس هل 12,000 ناشئ دول هيلعبوا كره كلهم يعني، او هيوصلوا للفريق الاول او يمثلوا منتخب مصر؟ طبعا لا. احنا طبعا بنتوجه هنا طبعا كمكان تربوي، ان انت بتربي وبعدين تعلم، واللي موهبته بقى هتزيد او اللي كان مجتهد وهيتطور مستواه ده اللي بنكمل معاه عشان نصرف عليه والنادي يصرف عليه عشان يفيد النادي ويفيد نفسه الاول عشان بعد كده يمثل الفريق الاول او يحترف من خلال طبعا التسويق او من خلال الاعاره ومن خلال الكلام ده كله. محمد صلاح مش ظاهره بس يعني، طبعا ظاهره وبقى يمثل دلوقتي ايقونه او اسطوره لمجموعه كبيره جدا، الناس كلها بتبيع اللي وراها واللي قدامها دلوقتي عشان تقول محمد صلاح، وطبعا اللي هو طبعا مشرف مصر ومشرف الدول العربيه والافريقيه كلها يعني. انما مصر مليئه بالمواهب، مصر كلها مواهب. لو بصيت حتى على الانديه الكبيره اللي بتهتم بالقطاعات الناشئين زي الاهلي والزمالك والمقاولين والاسماعيلي وانبي، مش عايز اقول انديه اكتر من كده كتير، لان اغلب الناس دلوقتي يعني بتهتم بالناشئين عشان تطلع لعيب على مستوى عالي بيخدم نفسه وبيخدم ناديه ويخدم بلده كمان في الاخر. فمصر مليانه، محافظات مصر مليانة يعني، مش الانديه بقى، محافظات مصر مليانه كمان، وفي محافظات ولاده في مصر معروفة زي الشرقية وزي الداهلية المنصورة يعني، وزي المنيا وزي يعني الغربية اللي جاي منها محمد صلاح وغيره يعني، في حتى لغاية أسوان، من أسوان لكل مكان في مصر لعيبة مظلومين في موضوع الإمكانيات، موضوع الملاعب، موضوع المدربين المؤهلين. طبعا احنا الاتحاد يعني ابتدى من فترة طويلة بيعمل الدراسات الأساسية أو رخص سي وبي وإيه والكلام ده كله، إنما ده كلام مهم جدا، ممكن تلاقي الكلام ده في العواصم الكبيره، انما في الاقاليم بتلاقي للاسف الشديد ناس يعني ما خدتش الاسس التربويه السليمه في التعليم، وده كل ده بيكمل بقى مع الاعداد القليله كمان في المسابقات اللي بتتعمل حتى للناشئين. طبعا الاتحاد كان يعني الحقيقه كان في وهج تنظيمه للكلام ده في قطاع البراعم وقطاع والقطاعات مستمرة دلوقتي، موضوع القطاعات الحقيقة على مستوى الجمهورية، وإنما قطاع البراعم يعني الحقيقة سابوها للمناطق بقت كل منطقة تعمل يعني اللي شايفاه في سبيل يعني إنجاح سياستها يعني. فطبعا الاتحاد نجح جدا مشروع قطاع البراعم اللي هو اتلغى ده للأسف، وإنما مستمرين في القطاعات. وبعد كده الاتحاد الكورة كمان يعني مهتم بكل قطاعات الناشئين في من اول الاشبال والناشئين لغايه فريق المنتخب الاولمبي زي ما حضرتك شايف قبل يعني مرورا لغايه الفريق الاول يعني. فالاتحاد بيقوم بدوره، بس طبعا الانديه برضه عليها دور كبير، لان برضه زي ما قلت لك في الاخر برضه موضوع الامكانيات على الناس ككل يعني.
للاسف يعني موضوع التزوير ده التزوير منتشر مش عارف يعني، بس طبعا مش ممكن الاهلي هيزور، رغم طبعا ممكن يحصل، مش ممكن الاهلي هيزور، مش ممكن انبي هيزور، مش ممكن المقاولين هيزور، مش ممكن الزمالك هيزور، وممكن تبقى في حتت موجوده طبعا ما خلاص لا هياخد البطوله ولا هينافس على البطوله ولا يلعب على اي حاجه، فده بقى ممكن يزور لانه محدش هيشتكيه في الاخر. ده واحد. الموضوع الثاني اللي هو كان موجود برضو منتشر بقى يعني تقلص دلوقتي، اللي هو التسنين. لا التسنين طبعا كان وكان موجود حتى موجود كان في الانديه الكبيره موجود، لانه بتلعب انت مستوى الناس كلها عندك خلاص متساوي سواء في الجسم او السن والوش الوش باين. انما طبعا كان في حد يعني للاسف كان الناس بتجيب بقى لعيب عشان تعمل تكافؤ فرص بين نفسه. وحتى احنا الظاهره دي يعني وقفناها سنه 2004، كنت انا وكابتن بدر رجب في النادي الاهلي وكابتن امام محمدين كنا عاملين لجنه كده، لجنه شرف يعني اي حد بينزل من ثلاث فرق والاربع اي فرق من عندنا اللعيب ده كبير خلاص كلنا بنقول بالاجماع. طبعا حصل بقى بعد كده الاشعه بتاعه العضد والكلام ده كله عشان موضوع التسنين، انما برضو ما زال موضوع التسنين ليه في ناس بقى في الاقاليم وخصوصا الاقاليم بعيده بتسيب ولادها انت عارف سنه واثنين وساعات ساعات يعني ويسجلون بعد كده خصوصا المناطق النائيه اللي انت عارف. انما التزوير ده دلوقتي بقى صعب جدا، لانه كان زمان كل شهر تلاقي في المنطقه او في اي حاجه خناقات ويعني وشكاوى على موضوع التزوير. ببعت حياتي للنادي الاهلي وكابتن وقناه الاهلي وكابتن اسامه حسني، وطبعا بهنيه على انت عارف اي حاجه فيها عايزها الاشبال بقى. طبعا الناس بتحس برضه بالتقصير من ناحيه الاشبال او الاطفال زي ما حضرتك عارف سواء في برامج في التلفزيون او في او الاشبال ككره قدم يعني. انما طبعا بحيي قناه الاهلي على هذا البرنامج، وبتمنى ان كل شبل يعني هيقع عليه الاختيار لازم يلتزم بقى بكل حاجه خاصه في دخل في الانديه الكبيره او الانديه الصغيره، لازم يبدا السلم من اوله ولازم يكون عنده حلم عنده دريم عنده هدف. احنا اللي بنشكر طبعا كابتن ريعو مدير قطاع الناشئين بنادي المقاولين العرب على الحوار اللي اختصنا بيه لبرنامج الاشبال، وبنقولك عليك مسؤوليه كبيره، عايزين نشوف محمد صلاح تاني في الكره المصريه. هنروح دلوقتي لفقره نجم على الطريق. دايما في كل حاله معانا بيبقى معانا فقره نجم على الطريق لاعب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بنتنبا له ان شاء الله ان يكون موجود مع الفريق الاول خلال الفتره اللي جايه. نجمنا هو مهاجم فريق الشباب مواليد 97، هو اللاعب هشام شعبان. نتمنى ان شاء الله يكون مع الفريق الاول وياخد فرصه ان هو من اللعيبه المميزه ومن اللعيبه الهدافين. نروح نشوف تقرير مع هشام شعبان، نرجع حضراتكم مره ثانيه. هشام جول 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 جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق الهداف هشام شعبان بضربه راس قويه. انا اسمي هشام شعبان، لاعب النادي الاهلي مواليد 97، مهاجم فريق الشباب. انا اول حاجه بدات في نادي اسمه نادي المزارع دينا، بدات حياتي فيه من وانا عندي 5 سنين. بعد كده رحت نادي وادي دجله، بعد كده جيت هنا على النادي الاهلي في 2013. انا جيت النادي الاهلي جيت زي اي حد، جيت اختبارات، كان ساعتها الكابتن احمد كشري هو اللي كان ماسك الفرقه دي واختارني من ضمن الناس وبقيت موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي ده غير اي حد عشان خاطر ببطولاته ما بيلعبش غير على المركز الاول، ما بيقبلش المركز الثاني. نادي كبير، نادي اكبر نادي في افريقيا في الوطن العربي كله، ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بيختلف على اي انديه ثانيه ببطولاته بجماهيره، فلا طبعا نادي كبير طبعا، نادي عظيم طبعا. اول ما جيت النادي الاهلي طبعا كان حلم حياتي، كان نفسي احقق الحلم ده من وانا صغير، فطبعا كنت مبسوط جدا واهلي كانوا مبسوطين بيا جدا جدا طبعا، واي حد يتمنى ان هو يشيل اسم النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي طبعا. بشكر طبعا الكباتن اللي مسكوني، كابتن احمد كشري، كابتن مدحت طه، كابتن سمير كمونه، كابتن اشرف ابو زيد، كابتن احمد عبد الظاهر طبعا، وبالاخص طبعا بشكر كابتن عادل عبد الرحمن اللي تعب معايا كتير وطور مني كتير جدا طبعا. كابتن عادل عبد الرحمن اب لينا، ماسك فرقه الشباب في النادي الاهلي، بيعلمنا حاجات كتير، بيقعد يتكلم معانا كتير بره الكوره وجوه الكوره، بيعلمنا حاجات كتيره طبعا. لا طبعا كابتن كبير جدا بصراحه،
وتعلمت منه حاجات كتيره جدا، اسلوب وتكتيك وطريقه لعب وروح النادي الاهلي. هو بيزرع فينا فكره روح النادي الاهلي دي. اول مكافاه خدتها كانت في مزارع دينا، كانت 10 جنيه وعلبه كشري. للعب النادي الاهلي، وهذه العرضيه جول 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 جول، ضربه الراس هشام شعبان. مساء الاهلي طبعا كابتن عماد متعب القناص. لا طبعا ده يا ريت اجي ربعه، يا ريت اجي ربعه كابتن عماد متعب. لا فرويد ما اقدرش انا اتكلم عليه بصراحه، نفسي ابقى زيه. بحب طبعا من خلال قناه النادي الاهلي اشكر والدي ووالدتي طبعا، واخواتي وعمامي واصحابي واهلي كلهم. الناس دي فعلا بتتعب معايا جدا وهيتعبوا معايا، وانا نفسي بس احقق لهم جزء من اللي هم عملوه معايا بصراحه. اقول للكابتن عماد متعب انت اسطوره بصراحه يعني، وكابتن حسام غالي اتعلمنا منك كتير، وتعلمنا منك الروح الرياضيه كتير والانتماء وحب النادي الاهلي. كابتن ابو تريكه طبعا الماجيكو بتاع النادي الاهلي ومصر كلها بصراحه، ما بحبه جدا بصراحه كلاعب كوره، ان انا اطلع الفريق الاول في النادي الاهلي واخد بطولات مع النادي الاهلي واخد جوائز فرديه ليه. اقول كلمه لجميع النادي الاهلي، اقول لهم ما تزعلوش على البطوله اللي راحت، ان شاء الله النادي الاهلي موهوب ببطولاته بجماهيره، وان شاء الله نبقى عند حسن ظنكم، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه، وباذن الله رب ناخد بطوله افريقيا الجايه وناخد كل البطولات باذن الله. نتمنى ان شاء الله لهشام شعبان مهاجم فريق الشباب مواليد 97 التوفيق خلال الفتره الجايه، ياخد فرصه مع الفريق الاول ويتالق من خلالها. زي ما قلت لحضراتكم، كاميرا الاشبال بتتجول داخل قطاعات الناشئين في مصر كلها، رايحين دلوقتي الفيوم، ومعانا لقاء مهم مع الكابتن محمد عبد الجليل مدير قطاع الناشئين بمصر المقاصه. نروح لكابتن عبد الجليل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الاهلي اهلي، وعلى فكره برضو مش بقول كده برضو، والله العظيم والله يعني اي فرقه بتيجي بتستقبل الاستقبال، بس برضو الاهلي والزمالك بيقوموا لهم رونق تاني، فلازم بتبقى استاد اقوى شويه مع الاحترام للفرقه كلها بامانه. الاهلي او الزمالك، انما بقيه الفرق ودايما الحمد لله الدنيا، انت شايف كله بيبقى كده نفس النظام كده، كله بره ما فيش غير ايه دول اللي هم مثلا ايه مدربين القطاع، دول اللي بس موجود، ولا لعيب ولا اي حاجه. دي ده النظام اللي احنا ماشيين ليه، انا متربي في النادي الاهلي وعارف يعني ايه النظام. انا فرحان بمؤمن ان هو متقبل ان هو ينزل بعد الانجاز اللي عمله السنه اللي فاتت واللي قبليها لما كان بيجيب جوان كتيره في الزمالك وكده، زي احمد الشيخ برده مره اتفرجت نزل برده عمل ماتش حلو. بحب ان اللعيب يبقى عنده طموح انه يرجع تاني. ايه يعني؟ ايه يعني؟ لا يبقى معترف ان هو مستوى قل، فاللي ينزل كده ويبقى بالروح ديت هيرجع تاني ان شاء الله. والله احنا ابتدينا السنه دي شويه ان احنا نركز على فريق 97 هو الفريق الاول يعتبر، فابتدينا ان احنا فعلا نشتري لعيبه او ننتقي لعيبه من كل مصر للفريق اللي هو 97 و99. وطبعا انت عارف الموضوع ان اللعيبه يعني تلعب وكده بتاخد شويه وقت، لكن ان شاء الله ان احنا نفسنا ان احنا نبقى حاجه كده يعني تقدر تنافس الاهلي والزمالك وامبي اللي هي القطاعات المحترمه، لان دول ابتدوا قبل مننا طبعا وفرق عملاقه، فيا رب ان شاء الله اللي جاي يبقى افضل، لان احنا اشترينا السنه دي لعيبه كتير قوي 97 عشان نعمل فرقه كويسه ان شاء الله. في البدايه ببارك للكابتن اسامه حسني البرنامج، واتمنى له طبعا التوفيق في خطوته الاعلاميه ديت، وببارك طبعا للنادي الاهلي المكسب النهارده. هو اولا طبعا احنا عادتنا هنا في المقاصه الحمد لله رب العالمين ان احنا يعني المنافسه عندنا في اطار الروح السامحه يعني، وفي نفس الوقت زياره النادي الاهلي، النادي الاهلي ده يعني احد قطبي الكره المصريه،
ويعني في بيبقى يوم في مثلا زي فرح كده في البلد لما بيبقى موجود النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، فالانديه الكبيره ديت يعني بتسرينا يعني. والنهارده الحمد لله وخاصه معاهم كابتن عادل عبد الرحمن وله مكانه كبيره عندنا يعني. وفي نفس الوقت النادي الاهلي اي مكان بيشرف فيه يعني. الحمد لله يمكن المباراه كانت جميله وطالعه في اطار الروح الرياضيه، ويمكن شفت يمكن احنا كنا ند النهارده وضيعنا ضربه جزاء وضيعنا كذا فرصه، فالحمد لله كانت مباراه جميله الواحد استمتع بيها فعلا يعني. طبعا على كل حال احنا ماسكين الماتش كله الحمد لله. فرقه النادي الاهلي طبعا فرقه تحترم، بس احنا كنا ماشيين كويس قوي في الماتش، ربنا مش راضي المكسب ده عن ضرب جزاء وضيعنا كذا كره بعدها، ربنا مش راضي ان احنا نكسب النهارده، فالحمد لله. هو اكيد طبعا الكابتن كان مكلمنا في الغرفه طبعا ان احنا ماتش مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ماشي اول ما بيخسرش ولا ماتش، متعادل ماتش او اتنين احنا ماشيين تاني بعدها على طول، يعني لو كسبنا النهارده كان يبقى الفرق بونت او اتنين، بس الحمد لله وربنا مش رايد طبعا. واحنا كنا عاملين حساب النادي الاهلي ان هو طبعا ما فيش كلام، النادي الاهلي نادي كبير وماشيين كويس قوي، والحمد لله على كل حال قدرنا نعمل برضو اللي الكابتن طلبه منا، بس ربنا مش رايد ان احنا نكسب. احنا اللي بنشكر المسؤولين داخل فريق مصر المقاصة وداخل اداره نادي مصر المقاصة على راسهم طبعا كابتن وليد هويدي، الاستاذ محمد مجد، كابتن محمد عبد الجليل على حسن استقبال فريق النادي الاهلي في الفيوم. هنروح دلوقتي لتقرير مهم مع كابتن عادل عبد الرحمن من مباراه مصر المقاصه والاهلي اللي انتهت بفوز النادي الاهلي، وبعدها هطلع لفاصل، وبعد الفاصل هستقبل ضيفي كابتن ياسر محمدين المدير الفني لفريق 2002. أكيد أنا ما ببصش على نتيجة المباراة، أنا ببص على اللي يستحمل إزاي الضغط. فرقة كويسة المقصة، فريق جامد، هو اللي بيلحق في الدوري يعني، هو في فرق بينك وبينه 4 بونت، المرة دي بقت 7 بونت يعني. أنا ما يهمنيش النتيجة قد ما يهمني أبى أشوف اللعيبة دي هل تستحمل الضغط عشان الفريق الأول، هل في وقت الشدة يقدروا يقفوا في الملعب. عندنا الحتة دي مهمة جدا، الضغط العصبي، اللعيب لما يلعب ضد ضغط عصبي، لعيب لما يلعب في مع فرقه قويه جدا بتجري وراه في الدوري، عاوز اشوف دي حاجات كلها اختبارات للعيبه. وانا فعلا يعني انا بقول ان احنا ماشيين في الطريق الصح. انا بتكلم على فريق الشباب ماشي في الطريق الصح، الطريق اللي لان هو مش فريق شباب بس، هو فريق النادي. انا بيني وبينك يعني انا عامل حاجه جوايا انا ويمكن مع النادي، ان احنا انا ما يهمنيش ان انا اكون جايب واحد من الشباب، انا ممكن اخد واحد عنده 15 سنه لعيب مميز يلعب معايا عشان اديله خبرات بدري، عشان يلعب بدري، عشان احنا محتاجين الفريق الاول. فكل القطاع احنا في الوقت الحالي يعني شايف ان احنا كلنا لازم نخدم عشان الفريق الاول ونخدم على الفريق الاول. علشان كده انا اي لاعب هلاقيه كويس في القطاع يقدر يشن في الفريق الاول هاخده ويلعب ويبقى اساسي، ولا هبص على النتيجه رغم ان احنا متصدرين وكل حاجه، لكن مش ببص على النتيجه خالص. وبعدين احنا القطاع الناشئين اتعمل ليس للبطولات، احنا عندنا بطولات ممكن نحطها من اول مصر، من اول القاهره لغايه اسكندريه، عندنا بطولات وكؤوس ما في ناشئين. لكن المهم في الوقت الحالي ان احنا نطلع لعيبه تستحمل الضغط، لعيبه قويه، لعيبه النادي الاهلي اللي تشيل النادي الاهلي سنين كتير، لعيبه النادي الاهلي اللي تموت من اجل النادي الاهلي. هو ده الوقت اللي هم المفترض ان هيبصوا للقطاع وهيبصوا للناشئين الموجودين. عشان كده انا لا ابالي الا اني هنطلع لعيبه وهنعرض لعيبه على الفريق الاول، وان شاء الله الفريق الاول هو اللي هيستفاد من الناتج بتاع فرقه الشباب والناتج من الفرق اللي تحت الشباب كمان. We'll be right back.
رجعنا لحضراتكم مره تانية وبرحب بضيفي وضيفكم النهارده الكابتن ياسر محمدين المدير الفني لفريق 2002. ازيك يا كابتن ياسر؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ ازيك حضرتك كابتن؟ مشرفنا ومنورنا النهارده. ربنا يبارك فيك يا كابتن، والف مبروك على البرنامج الجميل بتاعك وبالتوفيق دايما ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله. قول لي بقى كابتن ياسر محمدين عشان الناس كلها تعرف البدايات بقى مع النادي الاهلي في التدريب كانت امتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل اول حاجه او قبل كل حاجه طبعا بنقول لكابتن محمود الخطيب الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك كابتن. الاسطوره والقيمه والقامه الكبار جدا، وان شاء الله ربنا يتم شفاعه على خير يا رب. بدايتي في التدريب في النادي الاهلي طبعا كان سنه 2006، قعدت في اكاديميه النادي الاهلي 3 سنين. من 2009 تصعدت في قطاع الناشئين لغايه سنه 2015. خرجت من النادي الاهلي رحت منتخب مصر مواليد 2000، قعدت فيه حوالي يمكن سنه تقريبا، ورجعت النادي الاهلي الموسم اللي فات ده على طول. من 2009 بل 2015 تمام. كنت مدير فني على طول ولا كنت مدرب عام مدرب مساعد وبداتها كده بتدرج؟ لا طبعا. قول لنا الاعمار السنيه اللي انت توليت فيها. طبعا كابتن اسامه انت عارف النادي الاهلي على طول، انت بتدخل في النادي الاهلي في القطاع طبعا المفروض بتشتغل في مدرسه الكوره في الاول. الحمد لله انا قعدت يمكن شهر في مدرسه الكوره، بعدين اشتغلت في فريق 95 مع كابتن تامر حفني. تمام. قعدت معاه مساعد حوالي 3 سنين، وبعد كده بقى اشتغلت مع فرقه 2000 مدير فني، واشتغلت مع 2001 2000 مدير فني برضو. تمام. لغايه ما خرجت من تخللها برضو في خلال سنه يمكن 2015. تمام. كنت مدير فني لمنتخب القاهره المواليد 2001 في نفس السنه نفس المرحله اللي انا كنت ماسكها. رجعت من منتخب القاهره على بدايه السيزون بتاع 2016، رحت من يا دوبك يعني قعدت حوالي يمكن شهر شهر ونص، بعدين رحت على منتخب مصر مواليد 2000. قعدت تقريبا حوالي يمكن سنه او اقل بشويه، بعدين رجعت تاني على النادي الاهلي. تمام. عاملين شغل كويس السنه دي في 2002. قول لي بقى الجهاز كاملا مين اللي شغالين مع كابتن اسامه محمدين؟ معايا كابتن اسامه زكي مدرب، معايا كابتن محمد فتوح مدرب حراس مرمى. تمام. معايا كابتن سيد عرفان المدير الاداري للفريق. معايا دكتور احمد الحجري طبيب الفريق. معايا كابتن اسلام عبد الفتاح ده المعد البدني. معد بدني. المعد البدني بتاع الفريق. مهم جدا الاعداد البدني؟ جدا. جدا يعني هو انا في رايي طبعا الفرقه اللي تكون واقفه على رجليها كويس بدنيا هتقدر تادي طوال الموسم بطريقه كويسه جدا. فطبعا بقت حاجه مهمه جدا ان يكون في الفريق معاك حد متخصص في موضوع الاحمال البدنيه طبعا. تمام. بيريحك جدا وبيديك انت الاريحيه انك تتفرغ للشغل الفني بتاع ما هو واضح كمان الشغل الفني بتاع حضرتك وبتاع جهاز كله اللي معاك باين كمان في جدول الترتيب. تمام. يعني في جدول الترتيب يعني زي ما احنا شايفينه دلوقتي على الشاشه دلوقتي. الاهلي في المركز الاول لعب 6 مباريات، فوز في 6 مباريات، مفيش تعادل مفيش خساره، بيتصدر ب 59 هدف عليه هدف واحد برصيد 18 نقطه ما شاء الله. يعني باين كمان في الارقام اللي احنا بنتكلم. كلمنا على الارقام دي يا كابتن ياسر. والله بص يا كابتن اسامه طبعا احنا الحمد لله بدانا المسابقه من حوالي يمكن شهرين او شهرين وشويه. الحمد لله متصدرين، خلصنا المجموعه بتاعتنا متصدرين الجدول بتاعنا. تمام. الحمد لله اعلن اقوى خط هجوم في المجموعه بتاعتنا الحمد لله جايبين 59 هدف الحمد لله. دخل فينا هدف واحد يعني اقل خط او اقوى خط دفاع برضو. برضو انا هكون معاك صريح يعني احنا بنشتغل مع يعني الفرق اللي لعبناها برضو ليست مع كل احترام ليها طبعا لسه برضو كان يعني لسه شويه كنا عايزين يعني يكون في منافسه قويه شويه. دي الاهداف يا رضا دلوقتي بنعرضها على الشاشه دي من خلال مباراه الدوري. المنافسه عندنا برضو لازم كانت تكون افضل شويه يعني مع احترام طبعا لكل الفرق اللي بنلعبها. بصرف النظر عن المستويات اللي بنلعبها لكن احنا الحمد لله يعني في اداء الحمد لله كويس في الملعب. يعني انت النتائج مش خادعه عليك، انت برضو بتركز على الاداء. الاداء طبعًا مهم جدا طبعًا. مع الاهداف كميه الاهداف اللي انتوا جايبينها دي، بس انت برضو يعني بتحط ايدك على الاداء. طبعا يا كابتن اسامه طبعا حضرتك عارف ولعبت كوره ولعيب ما شاء الله عليك طبعا على المستوى الدولي والمحلي الاداء هو اللي بيجيب النتائج الكويسه. تمام. انا ما يهمنيش ان انا اكسب. انا بكسب الحمد لله سكور كويس وكل حاجه، بس انا الكل تركيزي على الاداء بتاع فرقتي على التطور بتاع الفرقه بتاعتي. تمام. على طبعًا. طبعا على تطوير مستوى اللعيبه عندي. مش بنخدع في النتائج الكبيره اللي احنا عاملينها الحمد لله، ولكن اهم حاجه تهمني جدا الأداء. يكون في تطوير للاداء وتطوير للمستوى بتاع اللعيبه بتاعتي. كنت تحب ان دوري 2002 بدل ما يبقى منطقه يكون جمهوريه، خاصه ان في المنتخب 2001 فممكن يكون برضو فريق 2002 داعم ل 2001؟
اكيد طبعا كلامك مظبوط 100%. احنا من اول ما بدانا المسابقه بتاعتنا كنت اتمنى يكون في دوري جمهوريه او يكون في دوري قطاعات على الاقل تقدير. عندي لعيبه كويسه جدا، وفي عندي لعيبه بتشتغل مع فرقه 2001 وبتشتغل اساسي مع فرقه 2001. يعني عندي حوالي 3 عمليه تصعيد، حوالي عندي يمكن 3 لعيبه بتشتغل مع فرقه 2001. تمام. جالي برضه لعيبه عندي فيها استدعاء شويه للمنتخب 2001، يعني اوريدي راحوا منتخب 2001 كتجمعات وكده. ف يعني مش معنى المنتخب 2001 يبقى يقتصر بس على مواليد 2001. صح. لان اكيد انا بقول لحضرتك انا عندي 3 4 لعيبه بيلعبوا مع 2001. تمام. اكيد في انديه تانية، انبي، المقاولين، سموحه، اكيد في لعيبه 2002 بيلعبوا مع 2001. فكنت اتمنى يكون في المرحله بتاعه 2002 تكون فيها بس جمهوريه. يعني انت شايف الاهداف الحلوه دي. تمام. ده يعني بيدل ان في فعلا في مواهب مميزه عندك في 2002. والله كابتن اسامه في لعيبه كويسه جدا في 2002. وعشان كده كنت بقول لحضرتك كنت اتمنى يكون في دوري جمهوريه او دوري قطاعات اللي هو ممكن هيتعمل ان شاء الله بعد كده. لان انا عايزك تعرفنا برضو اسماء اللعيبه اللي بتحرز الاهداف، عايز الناس كلها تعرف الاسماء الموجوده داخل قطاع الناشئين بالاسم، ومن خلال برضو الاهداف دي عايزك تقول لنا كابتن ياسر تعرف الناس مين اللي جاب الهدف ده. احمد سيد غريب. احمد سيد غريب من اللعيبه الهداف الفريق لغايه دلوقتي، من اللعيبه الكويسه جدا، وان شاء الله يكون ليه مستقبل كويس قوي. تمام. من اللعيبه اللي بتتطور وبتسمع الكلام، وان شاء الله مع الوقت باذن الله يكون ليه مستقبل كويس جوه النادي الاهلي. ده ابن كابتن سيد غريب. ابن كابتن سيد غريب طبعا. يعني لكن هو لعيب موهوب وعنده امكانيات عاليه جدا، وان شاء الله يكون يعني في المستقبل داعم للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. في بقى مشكله كبيره بتواجه 2002. تمام. ودي برضو فردنا لها حلقه، وكان في معانا مسؤولين الكابتن محمد حشيش. تمام. مدير التنفيذي منطقه القاهره، وخدنا خلال المشكله دي مداخلات عشان يبقى ليها حل. انتوا الدوري خلصتوه منطقه القاهره 2028/10. تمام. هتبتدوا دوري بعد كده في شهر 2. بالظبط. في فتره توقف 3 شهور او 4 شهور، فتره كبيره جدا. يعني ازاي تبدا يعني اللعيبه تتوقف، وبعد كده تحط احمالك ازاي، تحط تمريناتك ازاي خلال الفتره الكبيره دي؟ يعني مشكله عايزك تكلمنا فيها ده يا كابتن ياسر. والله يا كابتن اسامه احنا اتكلمنا في الموضوع ده يمكن من اول ما بدانا المسابقه بتاعه منطقه القاهره. يعني احنا كنا عارفين ان احنا هنلعب يمكن 6 ماتشات او 7 ماتشات. تمام. خلصنا بدري جدا، واجهنا في الاول طبعا خالص صعوبه في الفرقه اللي بتجيلنا. ممكن فرقه تيجي مثلا بتلعب معانا وكده تلاقي السكور تقل شويه، تلاقي بعد بدايه الشوط الثاني بحوالي 10 دقائق ربع ساعه ان هو عايز يطلع من الملعب. فطبعا دي يعني مشكله كبيره جدا. نفس الكلام ده قابلناه يمكن في اول ماتشين او حاجه زي كده. بدانا نكلم المسؤولين في المنطقه، عايزين يعني الدنيا تكون افضل شويه. قالوا طب نخلص الفتره دي بعدين نشوف ليها حل ثاني. المشكله ان هم عايزين يعملوا طبعا بطوله قطاعات وكده، ماشي مفيش اي مشكله خالص يعني. لكن احنا خلصنا بدري وقاعدين دلوقتي يمكن تقريبا بقى لنا شهر ونص يعني تدريبات، ولسه هتبتدي في شهر 2. ولسه الكلام اللي بيتقال احنا هنبدا في شهر 2 كتير. في مناطق لسه ما خلصتش المسابقات بتاعتها زي منطقه الجيزه، لسه تمام. عندها يمكن اسبوع او اسبوعين على ما يخلصوا. كنا عايزين نستغل الفتره دي لحتى نلعب مباراه تنشيطيه او دوره تنشيطيه او كاس مصر او اي ما يكون المسمى يعني بدل الفتره اللي احنا قاعدينها دي. فبرضه اتاخرنا قوي، داخلين خلاص على امتحانات اللعيبه، هنضطر طبعا ياخدوا اجازه عشان اجازه الامتحانات والمذاكره والكلام ده كله. عاملين لنا طبعا الفتره اللي انت حضرتك قلت عليها دي احنا مخلصين بقى لنا شهر ونص. اللعيبه هتزهق، احنا كجهاز برضو انت بتشتغل من غير يعني ما فيش حاجه معينه تشتغل عليها، فبنضطر مثلا يعني نحاول ندي يومين اجازه نكسر الروتين شويه. فيها صعوبه طبعا في تنسيق حتى جدا الاحمال. خلي بالك احنا كان معانا تليفون كابتن فوزي سكوتي. تمام. كان معانا كابتن محمد حشيش، وقلنا لهم لازم يبقى في حل للمشكله دي، مشكله كبيره انك بالزبط. انت الدوري يتوقف 3 شهور يعني كتير، وانت كمان على شهر 5 ممكن تلاقي يبقى في رمضان في امتحانات للولاد، فلازم تقدم المسابقه شويه. والمشكله كابتن سامح احنا عندنا كان عندنا وقت، يعني احنا في وقت بدري جدا اللي احنا كان ممكن نبدا، مش لازم انا ابدا المسابقه في شهر، لازم شهر 10 او نص 10، ممكن ابدا من شهر 9 او من اواخر شهر 8. مفيش اي مشكله خالص اللي احنا نبدا في التوقيتات دي كلها. لما بداوا يفكروا اللي احنا نشتغل اي حاجه، زي ما بقول لحضرتك داخلين خلاص على امتحانات نص العام وكده، فطبعا هنضطر ندي اللعيبه اجازات عشان المذاكره، وطبعا المستقبل الدراسي بتاع اللعيبه مهم جدا. فاحنا مش عارفين والله حل المشكله دي لغايه دلوقتي. ان شاء الله هيكون لها حل قريب، وهنفضل على تواصل مع المسؤولين عشان نحل مشكله 2002 ان شاء الله، ونحاول نقدم الدوري ونبدره شويه. زي ما قلت لحضراتكم دايما كاميرا الاشبال هتتجول في كل قطاعات الناشئين في مصر، رايحه دلوقتي اسكندريه عشان نشوف تقرير
من خلال مباراة الأهلي وسموحة. نشوف تقرير مباراة 2001 الأهلي وسموحة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يا ولد يا ولد جول 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 دلوقتي بيطلع عدت أسرع جول 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 بتتعلق اتجاه لعب مغربي جول جول جوه جول. الحمد لله النهاردة الولاد يعني في ظل الأجواء اللي احنا فيها في ظل الغيابات الحمد لله على المكسب، لكن الأداء طبعا النهاردة والماتش بتاع الجيش يمكن خلنا التوفيق طبعا في ظل الغيابات اللي احنا فيها دي. ان شاء الله الماتش الجاي عندنا المقاولين، عندنا ان شاء الله كل الناس راجعه ان شاء الله حتى بالغيابات، ما فيش غير واحد بس اللي عنده 3 انذارات. بنقابل سوء حظ غريب في الانذارات وفي الاصابات، ان شاء الله بنعالجها، بنحاول على قد ما نقدر بنرجع اللي احنا فيه، ونوعد المتابعين للفرقه 2001 بالاداء يتحسن ان شاء الله. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده بالفوز، ويعني الاولاد انت كنت شايف الحمد لله روحهم عاليه جدا. الماتش كان الكره فيه صعبه شويه، بس الحمد لله بروحهم وروح المكسب وروح النادي الاهلي طبعا اللي هم متعودين عليها، الحمد لله ربنا كرمنا في الشوط الثاني وكسبنا 2-0 الحمد لله. هي بس كانت اللعيبه محتاجه بس شويه هدوء في الملعب وتركيز، والحمد لله ده بان في الشوط الثاني اكتر. الشوط الاولاني كانت اللعيبه مستعجله عايزه الفوز بسرعه وعايزين يغطوا التعب بتاع ماتش الجيش، والحمد لله الشوط الثاني اللعيبه ابتدت تستوعب استوعبت الحمد لله الماتش جامد وصعب شويه، بس فالهدوء الحمد لله قربنا ربنا قربنا وابتدينا نلعب كره على الارض والحمد لله وصلنا وربنا كرمنا بهدفين الحمد لله. والله الحمد لله احنا كنا النهارده بفضل الله مبروك الاول على الفوز للعيبه، والاداء الحمد لله كان فوق المتوسط. احنا كنا مذاكرين كابتن سراج كان محفظنا طريقه واسلوب لعب نادي سموحه في ملعبه، فبالتالي انا كنت محفظ عاصي حمزه التحركات واللعب هيلعبوا ازاي. احنا كنا عارفين ان هم هيلعبوا كل كور من عمق من طريق الديفندر بيعملها عاليه للاثنين مهاجمين، فالحمد لله حكمنا القبض على اللعيبه، فالحراس الحارس حمزه علاء كان موفق بفضل الله، وكل كور كان كراته سليمه وقدر يحافظ على نظافه شباكه الحمد لله للماتش ال 13 على التوالي الحمد لله. طبعا الحمد لله على كل حاجه، وبشكر الفريق. احنا بدأنا الماتش بطريقة يعني ما كانتش الطريقة اللي هتكسبنا، ويعني عدلنا الطريقة بتاعت لعبنا في الشوط الثاني، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. هو اولا يعني الماتش هو في اسكندرية بيبقى فيه حاجة عشان الهواء بيبقى اقوى شوية في اسكندرية، فده طبعا في التسخين يعني خدت كور من الناحية دي ومن الناحية دي عشان الهواء، وطبعا الملعب مش زي الملعب اللي عندنا في النادي، فلازم التمركزات والخطوات وكده تبقى غريبه يعني تبقى مختلفه شويه. طبعا الحمد لله كابتن نزاع على طول متابع معايا، ومش معايا بس بصراحه مع الليجون كلها ومع اللعيبه كلها، وهو بصراحه يعني الشخص يعني الصح للمنتخب، وهو صاحبنا قبل ما هو مدرب بتاعنا، يعني ربنا يكرمنا ويكرمه ان شاء الله. الحمد لله على 3 نقط بتوع النهارده كانوا مهمين بعد الماتش الاخير يعني بعد التعادل مع الجيش، بس يعني الحمد لله رجعنا للطريق بتاعنا والمكسب هو ده طريقنا دايما الحمد لله. كنا ساعتها كسبانين يعني 2-0، نزلت قال لي اقف صح وامن واقف يعني مع جلال ونقفل، ما فيش حاجه تلعب في ظهرنا ونلعب على قدام على طول. كان تقرير مع جهاز لاعبي الاهلي مواليد 2001 من اسكندريه بعد مباراه الاهلي وسموحه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0. كابتن ياسر قول لي بقى عن ابرز المشاكل اللي بتواجهك في دوري المنطقه. طبعا نمره واحد يا كابتن اسامه، عشان تعمل لعيب كويس انت محتاج ملاعب كويسه. تمام. فدي طبعا مشكله كبيره جدا، اللي انت بتلعب في ملاعب بتكون صعبه جدا، الارضيه بتاعتها صعبه. تمام. بيعرض اللعيبه ساعات لاصابات بتبقى صعبه جدا يعني، فدي طبعا
المشكله يمكن الاهم اللي هي بتواجهنا في دوري منطقه القاهره. تسنين بقى التسنين. طبعا موضوع التسنين ده يعني اتكلمنا فيه كتير جدا، وبرده يعني ما فيش حل جذري للمشكله دي خالص. يعني انت ممكن تلاقي لعيب كبير جدا وتلاقيه يقول لك 16 سنه وتلاقيه 20 سنه يعني وبيلعب مع مسافه 16. طبعا يعني انا مش عارف حلها ايه لغايه دلوقتي. فدي فعلا من المشاكل اللي هي بتواجهنا من زمان، حتى مش من دلوقتي بس، بتواجهنا من زمان جدا، خصوصا كمان في الاعمار الصغيره خالص. انت عارف في الاعمار الصغيره الشهر والشهرين والثلاثه بيفرقوا جدا، قوه وسرعه. تلاقي لعيب يعني شكله ما يدلش ان هو ده. انا اعتقد من بدايه من 16 سنه و17 تبقى يعني الامور بتتساوى، السرعه والقوه اكتملت شويه. تمام، بتبقى الامور خلاص بتتساوى يعني. لكن المشكله دي فعلا بتبقى ملحوظه جدا في الاعمار الصغيره قوي. درست الكوره والبراءة طبعا طبعا يعني. فدي برده مشكله من الحاجات اللي بنواجهها. برده نمره ثلاثه اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، موضوع الماتشات. انت بتلعب فرقه ساعات تكون المستوى بتاعها مش كويس شويه. تمام. فزي ما بقول لحضرتك، تلاقي الشوط الثاني بدا 10 دقايق ولا حاجه، تلاقي الفرقه طلعت مش عايزه تتغلب نتيجه عاليه او حاجه. فانت عايز تستفيد، عايز اللعيب بتاعك يستفيد اقصى درجه ممكنه من الماتشات. والماتشات طبعا انت عارف الحاجات الرسمي مهما كانت، غير التدريب، غير الماتشات الوديه والكلام ده كله. فاحنا دي يمكن ابرز المشاكل اللي قابلتنا في انا كنت في اتمنى شخصيا ان مسابقه 2002 بدل ما تبقى بطوله منطقه كانت تبقى جمهوريه، وكانت هتمد 2001 الكابتن ربيع ياسين بلعيبه برضو مميزه. الكلام ده صح مليون في الميه. وانا قلت لحضرتك قبل كده، انا عندي لعيبه بتلعب في 2001، لعيبه اساسيين بيلعبوا، عندي لعيبه راحوا تجمعات المنتخب 2001. فمعنى كده ان فرقه 2002 او العمر بتاع 2002 ده امتداد كويس جدا لمنتخب 2001. تمام. فمش شرط بقول لحضرتك يكون 2001 يبقى لازم هو منتخب 2000 لازم هو لعيب 2001. لا، مين ابرز الاسماء اللي بتطلع مع 2001 بتصعد؟ عندي في جلال فارس. تمام. ده من 2002. ده مركزه ايه؟ بيلعب في خط الوسط او بيلعب باك يمين. تمام. عندي احمد سيد عبد النبي، ده تمام. بيلعب باك يمين. تمام. عندي محمود صابر بيلعب جناح يمين، وانا ساعات كنت بوظفه باك يمين. كويس. فاحمد سيد غريب طبعا طلع كذا مره. عندي لعيبه كتيره كويس انهم بيلعبوا في اجواء طبعا اكبر منهم سنا طبعا وطول اقوى. تمام. بيبقى الاحتكاك اقوى والمنافسه كبيره جدا وبيستفيدوا طبعا. انا ببقى اللعيبه بتطلع عندي قناعه تامه ان هم هيستفيدوا استفاده كامله جدا من المنافسه اللي في دوري الجمهوريه 2001 يعني. تمام. قول لي بقى فتره الاختبارات السنه دي، ضميت لعيبه من الاختبارات ل 2002؟ عندي اثنين لعيبه من الاختبارات. في عندي عبد الرحمن رأفت، ده لعيب في نص الملعب، لعيب ديفندر، لعيب كويس جدا. عندي في خالد سليمان فيروت جبناه، كان جاي من المنصوره يعني. تمام. ان شاء الله يبقى فيروت كويس قوي، عنده القوه والسرعه والمهاره، وان شاء الله يبقى مستوى مبشر ان شاء الله باذن للنادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. هنروح دلوقتي نشوف مع حضراتكم، هنستعرض خريطه الاسبوع القادم لمباريات قطاع الناشئين داخل النادي الاهلي. فرق زي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم، مباريات فرق قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، مواليد 2005 السبت، درب الاحمر والاهلي، دوري منطقه القاهره. مواليد 2003 السبت، الاهلي والزمالك، مباراه كبيره، بطوله الجمهوريه للناشئين، وان شاء الله هنفرد لها مساحه كبيره في برنامجنا، برنامج الاشبال. مواليد 97 يوم السبت، الاهلي والنجوم، بطوله الجمهوريه للشباب. مواليد 2002 الاهلي والاتصالات، بطوله منطقه القاهره. مواليد 99 الخميس، الاهلي والمقاولين العرب، مباراه قويه جدا، بطوله الجمهوريه للناشئين. مواليد 2004 الجمعه، درب الاحمر والاهلي، دوري منطقه القاهره. مواليد 2001 ومباراه برضو تقيله جدا، الزمالك والاهلي، بطوله الجمهوريه للناشئين. في اخر حلقتنا بنشكر ضيفنا كابتن ياسر محمدين، شرفتنا ونورتنا كابتن ياسر. ربنا يخليك اسامه، انا شرفت بيك وبوجودي مع حضرتك، وموفق دايما في البرنامج الجميل بتاعك كابتن اسامه. بشكر ضيفي كابتن ياسر محمدين، المدير الفني لفريق 2002، اتمنى ان شاء الله التوفيق خلال الفتره اللي جايه. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مع الأشبال.